اوف يو تيك. طب انا عندي اسئله حاسه اول مره اقعد كده حد يلا بينا. حاسه انا عايز اسالك حاسه انا انا معاك. انا كنت عارف انت فرنسيه الموضوع ده. انا كنت فرنسيه اوكي. كنت ساكريكور غمره وبك وبهدله. عملت ايه في بك؟ عملت حلو الحمد لله. جبت موسوعات خيبيه. واو الحمد لله. أوف. اوكي انا كانت بهدله قوي يعني. هي باك مرعبه. اوحش من اي بي حتى. مع ان انا عارف ان اي بي اصعب حاجه يعني. هو بس عشان في نظام الكتاب ده شويه ان انت بتضطر تحفظ وبتخش تسمع فالموضوع. بس في فرق فرقت معاكي عامه في شخصيتك كده كده. يعني حاسه في الفرنسي يعني انا حاسه لو كنت كملت ناسيونال يعني الفرنسي في الباك اكتر. الحفظ اكتر بالفرنسي فحاسه ان اللغه اتحسنت ان تيرمز اوف كتابه. أوكي. بس انا اي بليف ان مشكله مدرستنا انه بيركزوا قوي على الكتابه. بس انك تتكلم فلوينتلي فرنسي مش دايما قوي. مش زي اللي سي مثلا اللي سي يوم بيتكلموا فرنسي تحفه بس الكتابه زي زفت. فيعني هي كومبرومايز شويه. اوكي اي جت ذات. بس ايه اللي خلاكي تخلصي دوت تبقي تخشي اي ام سي؟ ده سؤال عميق قوي. انا مش اي ام سي انا سي ام اي. اوف اوكي انت اي سي ولا انا اي سي؟ بس انا مش اي ام سي انا سي ام اي. بس في قصه طويله قوي ورا الموضوع. 900 كام؟ ايه 900 كام؟ الاي دي 900 كام؟ 919. يا لهوي ده نسيت. 919 24 انا 918. اوكي بس ايوه انا عارفه انت معايا في الجامعه. يعني تمام. انت سي ام اي؟ انا سي ام اي. انت عارفه انا دكتورت سي ام اي. اي هاف ا ريلي جود فريند باي ذا واي اسمها ميديوم. شوت اوت تو ميديوم. ميديوم السي ام اي وميديوم قويه قوي. Okay. Like if there's anything you need, Medium is going to be there على طول. يعني يعني literally anything you need in the major, let me know. Medium بالظبط. Medium تقيل قوي. So what brought you into what made you go from ان انتي ساكريكورم تخرجوا back و you did very well ما شاء الله to ان انتي عايزه تسيامي؟ هي في قصة طويلة قوي ولازم تعرف حاجة قبل ما ابدأ الكلام. ان انا رغاية جدا. فلو I drifted من الحاجة الرئيسية this is literally a podcast. يعني this is محتاجت تسكتني. لا كده كده. اوكي طيب انا الاول كنت واخدني الحماس وعايزة اسافر بقى وقلت لبوفي انا هروح فرنسا وبتاع. بوفي الاول كان مقلق وبعدين بعد كده قال لي طيب اوكي شوفي انت حابه تعملي ايه. المهم قعدنا نقرب وجا بقى مدرسه قالت يلا هنابلاي وكده. قمت طبعا راجعه 100 خطوه ورا قلت له بوفي انا حاسه ان انا مش هقدر اسافر. انا حاسه اني غيرت رايي. فقال لي ليه انت كنت متحمسه وكده؟ قلت له مش عارفه حاسه ان انا لا. ايه ده؟ واو بوفي موافق. بوفي في الاول ما كانش يعني كان بوفي شخص اول ما بتقوله الحاجه ممكن يقلق شويه وبعدين تدي له وقت ويفكر وياخد الفكره ويوديها ويرجعها وفي الاخر يقول لك اوكي. وبعدين هو بيخليني اعمل اللي انا عايزاه. يعني از لونج از ان اللي انا بعمله ده مش غلط عليا وفي الفريدم المسموحه خلاص اوكي فاين. فالمهم يعني قلت له انا عايز اسافر وكده. بعدين رجعت قلت له انا مش عايزه. قال لي اسمعني. قلت له انا حاسه ان انا قلقانه قوي وخلاص. انا اصلا شخص بجات همسك بسرعه جدا. يعني انا فاكره مره كنت مسافره مع مدرسه في فرنسا كنا بنتفسح عادي جدا وكانوا اصلا كلهم مع بعض اسبوعين يعني ما كانوش حاجه ومع المدرسه مع صحابك ومع exactly. مدرسه. فبعدين كلمت مامي كده في اخر اول اسبوع ومتضايقه قوي بقى وبعيط مالك يا نالا. مامي انت مش بتكلميني تسالي عليا بتقولي طب انت مع اصحابك في مدرسه بتتفسحي ايه الفكره؟ فانا بجات همسك بسرعه فقلقت من الفكره. قلت له خلاص انا عايزه اقعد. وبعدين فكره ان انا الميجر اللي انا عايزاه الاول كنت عايزه بوليتيكال ساينس. وكنت بعد ما استبعدت فكره ان انا اسافر كنت هخش سيونس بو اللي هي جامعه القاهره. أوكي. اللي هي الشهاده بتاعتها معتمده من الصغبان وكده. المهم قعدنا وخلاص وبدور في الميجر ده وكده. بعدين حسيت لا انا مش عايزه ده. طب عايزه ايه؟ انا لا قعدت اديك ديبر في الميجر لقيت ان هو اتس فيري كومبليكيتد ومش اللي انا مش عايزه. ولما تخرجي يا اما اي ثينك هتشتغلي يا اما بقى سفيره يا اما بالظبط. هو الحاجات بتاعته سبيسيفيك فيري سبيسيفيك. يس. فقمت قلت له خلاص انا عايزه ماسكوم. سربرايزنجلي بوفي ما كانش موافق. جينا هنا بقى ما كانش موافق خالص. اوف يعني موافق في فرنسا بس مش ماسكوم في مصر. هقول لك على حاجه. بوبي دكتور. اوكي. ومامتي بتشتغل في بنك. اوكي. وبوي دكتور يعني بوبي البروتوتايب بتاع دكتور. يعني انت لو شفته صوته البودي لانجوج الطريقه الادفايس اللي بيديها لك الكلام دكتور ما بيهزرش. فهو كان مش فكره مستقل من الميجر بس كان حاسس انت مش معنى ايش معنى عايزه ماسكوم. انا عايزه اطلع مذيعه. مذيعه ازاي بنتي؟ بالظبط كده. حاسسني ان انا يعني هعمل حاجه خرافيه. بوبي ايه المشكله ان انا اطلع مذيعه؟ لا. وبوبي كان شويه في الحته دي كان في البدايه اولد سكول شويه انه لا والتلفزيون والكوميونتي وانت مش فاهمه انت بالنسبه لك شايفه بس انا هطلع في التلفزيون هتكلم مش عارفه ايه بس انت مش عارفه ايه بيهايند ذا سينز. انت مش هتستحملي تربيتك مش هتسمح لك. الكوميونتي مش اصلا حاجه خالص. بالظبط. فقعدنا بقى كده كتير جدا واقنع فيه وبتاع. مهم قام قال لي ايه في اخر حاجه واحد صاحبه اتكلم معايا قال له خلاص اوكي. قال لي انا موافق تخشي معاكم وبعدين بقى نبقى نشوف هتشتغلي ايه في الاخر. الكلام ده كله 2019. السنه اللي هي قبل اللي فاتت. انا بقى لي سنتين قبل الكورونا طبعا دخلت في السنه اللي هو خلاص بتخرج فيها عشان اخش جامعه. فقال لي خلاص خشي معاكم وكده.
المهم انا جي بي اي انا الحمد لله شخص بيذاكر حتى في الجامعه، مع ان في ناس اللي هو بتاخد الجامعه كده هزار، بس انا مذاكر. فالجي بي اي بتاعي دايما عالي، فكنت اقدر اخش اي ام سي، كنت اقدر اخش اللي انا عايزاه. فمهم يعني قلت لها اخش سي ام اي. طب ليه يا بنت ما تخشي اي ام سي؟ ليه يا بنتي تعملي نفسك حلو وفي ماركتنج وبتاع؟ لا لا انا مش بحب ماركتنج ومش حاسه ان انا عايزه ماركت، انا عايزه سي ام اي. طب يعني ما اني يو ريلي جود ات ماركتنج، يعني وات يو دوينج وذ سوشيال ميديا ذاتس بير ماركتنج. بحاول يعني بحاول. لا اني ريلي جود ات. طب دي حاجه حلوه، انا بحس ان انا ضايعه في الحته دي. I find it very amusing ان انت يو اوريدي جود ات اند يو تشوز which makes you more interesting honestly. يعني فكره ان انت عايزه حاجه لدرجه ان انا اوريدي بضحي بالحاجه اللي انا كويسه فيها او هتعمليها ايزي، that's very interesting. اوكي بس فمهم يعني قمت قلت له هخش سي ام اي خلاص. قام قال لي طيب خلاص. وانا فاكره كنا حتى في العربيه كنا راجعين من الغردقه انا ومامي وهو واخويا كان نايم وبنقلب بقى بقرا اكتر قبل ما اقدم على اي سي. خلاص هخش سي ام اي. ماشي خش سي ام اي. المهم دخلنا مفيش. انا بالظبط يعني لما دخلت الجامعه اديت الموضوع اسبوعين ثلاثه كده او اول شهر، بعدين بدات بقى على طول موضوع نالا ساز. هو اصلا انا كان الفكره ان انا لما دخلت الجامعه كان عندي كلتشر شوك مش طبيعيه. انا ما كنتش يعني انا مدرستنا لو تعرف شويه اكتر عن ناس في سكرتير كده، يعني احنا عاملين كده فاهم، وكل اصحابي الكلوز ليا يا اما دخلوا جي سي يا اما سافروا فرنسا. فانا كنت داخله عارفه ناس في الجامعه بس كلها هاي باي هاي باي، مفيش حد اللي هو هقعد معاه صحابك يعني. بلس ان كمان اكتشفت انه الناس حتى لما بتعرف عليها وبقول ممكن نبقى اصحاب، بلاقي انه لا احنا مش ممكن نبقى اصحاب عشان الاهتمامات شويه مختلفه. مش التربيه بس الاهتمامات. تربيه يعني والاهتمامات هي انا مش عايز اقول تربيه كده كده الناس كلها غلط، بس هي فعلا هي اي يو سي كلها يعني، او مش اي يو سي، هي اي جامعه مثلا لو داخله وما لقيتيش حد اللي هو اوف احنا قريبين قوي كلها صداقات عابره. الوحيده سوري ان لا 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 لا. الوحيده اللي فعلا بسميها صاحبه جامعه وكمان اكتر من صاحبه جامعه تسنيم. اوف انا وتسنيم اتعرفنا في البدايه خالص، كنا في كويس ميوزك انا واخداها عشان بهبل وهي واخداها عشان بتغني وكنا قاعدين جنب بعض انا فاكره كويس قوي. بعدين بدانا نتكلم خلاص وي كليكت بقى من اول كام ثانيه بالظبط اتكلمنا فيها، وهي بقى اللي كملت معايا وهي الشخص اللي طلعت شخص جون. تسنيم از جريت كده كده يعني من الاول خالص صحاب الموضوع فظيعه يعني. وطبعا باي تايم كذا حد طبعا دلوقتي عندي شله جامعه وتشو فريندز وكل حاجه، بس قصدي انا بتكلم على الاول في الاول خالص. الاول كان الموضوع صعب جدا فالمهم يعني دخلت الجامعه وبتاع، بعدين كنت برجع من الجامعه بقى مكبوسه بقى وتحس انا كنت رايحه اتعذب. فهمي بصيت تقول لي نانا مالك؟ ماليش انا فاكره كويس ايه ده كان تاني اسبوع تقريبا. لا شكلك متضايق. لا لا اوف دي لازم خلاص اف واي بي لازم خلاص كل حاجه ده مش انا نفسي بقى مش انا نفسي. وهي كنت داخله ولا تنتن ولا كنت داخله؟ لا كنت داخله اسمه ايه انجلش تنتن ولا 9 to 10 كان اسمه ايه 2 to 10 والله مش فاكر 9 to 10 تقريبا 2 to 10 لا I think اسمه انجلش تنتن او 2 to 10 9 to 10 اي حاجه فيها تن في الاخر هو ده انا دخلته. فالمهم تقولي لا لا مالك شكلك متضايق؟ لا يا مامي مفيش حاجه. لا 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 شكلك مامي مفيش حاجه. وبعدين بقى خلاص الدمعه شكلك عايز تعيط؟ لا لا انا مش بعيط على فكره. وبعدين خلاص كنت بدات بقى اسح في العياط. فمالك بقى قعدت اقول لها مش قادره مش مبسوطه انا كذا كذا كذا، بس باي تايم الموضوع فك. وبصراحه بصراحه بصراحه اللي خلاني اكتر مبسوطه لما بدات موضوع على اساس من الجامعه. بس انت ايه لو كنتش باثق في الميجر او ايه لو كنتش باثق بيريد؟ ما كانش ميجر، كان ان انا صحابي مش معايا وحاسه ان انا مهما قابلت صحاب هم على قد ازيك عامل ايه ازيك عامله ايه الحمد لله وبنقعد شويه، وبعدين بلاقي ان احنا دلوقتي مش بتكلم في حاجه عجباني. ممكن اكون دلوقتي بقيت استحمل الاعداد دي اكتر ان خلاص اتعودت، بس انا اول ما دخلت كان بالنسبه لي انا لمده 14 سنه كل يوم بشوف نفس الناس الصبح بنتكلم في حاجات كلنا مقتنعين بيها، الباك جراوند واحد نوعا ما، اللغه واحده، المذاكره مع بعض هنا شبهك بالظبط اكزاكتلي. فدلوقتي بقيت خلاص بقيت حاسه ان انا وصراحه بشوف دي حاجه كويسه قوي في الجامعه بتاعتنا ان هي بتخلينا شويه نطلع بره الكومفورت زون ان احنا نتعامل مع ناس مختلفه. yes. نتعامل مع دايفرسيتي مرعبه يعني. the people who think ان اي يو سي اللي هو لا كلهم بوبي مامي ما اعرفش ايه، والله لا هو في كده في ديفينيتلي في كده، بس هو الدايفرسيتي مرعبه. انت عندك من اول يعني شخص اللي هو متدين جدا اللي بيفوق اللي في الهلب اللي في ما اعرفش ايه اللي بيفكر بطريقه معينه لحد الشخص التاني. وحتى اساسا من الدين واساسا من الكلام ده كله like the amount of people that you're going to meet. انت بتخشي ليتري كل بيدك بتلاقي ناس، بتخشي بي في اي بتلاقي حد، بتخشي اس اس اي تلاقي حد، تخشي كل كلاس كمان اصلا كل كلاس بالظبط اتس كريزي. وكل حد عنده الميجر بتاعه وكل حد عنده اصحاب في الميجر وكل حد عنده الماينر ف اتس كريزي اتس كريزي. Yeah, people who think in the diversity في AUC isn't يعني إن هو كلها شباب اللي هم لا ماي بوبي بأكل سوشي بأكل كده 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 كده. بس I honestly get why you would feel that especially عشان أول سنة جامعة and I feel like we don't really talk about that in
الترانزيشن بين المدرسة والجامعة is huge. huge. بس الناس اللي هو لا عادي وخش جامعة والناس بيتسحل. I was actually just talking to a friend. اسمها نور. بنت لذيذة قوي قوي قوي. ونور is a cousin of a really really close friend of mine. Okay. So نور أول سنة في GUC. I don't know if I should be يعني saying all these details. بس يعني نور أول سنة في GUC. And if she's listening to this podcast, I love you نور. بس هي أول سنة و we were just talking about how she feels and she's very drained وحاسة ان الدنيا يعني عارفة ان انت حاسة ان انت مضغوطة بس مش بس مضغوطة انت مضغوطة ومتضايقة فهي حاسة ان هي مضغوطة ومتضايقة ف we kept digging up everything that went on last year بعد كده اكتشفت ان هي I think major هندسة مش فاكر ايه في هندسة بس هندسة جي يو سي تقيلة فشخ جداً تقيلة بشكل مستفز فاهم قصدي فكانت بتتكلم معايا ان هي في مرة سمعت واحد من التي ايز بيتكلم مع واحد من الفاسز عندهم التي اي بتقول للبروفيسور ان عشان الستودنتس يعرفوا يخلصوا كل الورك لود اللي هم مديهم محتاجين يذاكروا اكتر من 20 ساعه في اليوم اليوم كله على 4 ساعات اليوم كله بالظبط لو انت تنامي 4 ساعات تصحي انت ما تخشيش الحمام انت ما بتاكليش انت ما بتعمليش اي حاجه انت بتذاكري بس فهي بقى لها 2 سيمسترز بقى لها سنه كامله هي ما بتعملش اي حاجه ان هي بتذاكر شيز اوفر ستريسنج وهي حاسه ان هي بتعمل وحش قوي مع ان الجي بي اي بتاعها حلو ف when we started talking about that اكتشفت بقى منها ان لا هي حياتها في المدرسه كانت حاجه وحياتها في الجامعه حاجه ثانيه خالص هي كان اي ثينك ام اس اي مش فاكر حاجه كده بس انا كنت في ام اس اي عامه really. بس نقلت في سته ابتدائي ما هي اي ثينك كانت ام اس اي وكانت امريكان فهي كانت وهي شاطره قوي قوي ف نور ايه اسمها نور حمدي بروب لا هي اصغر منها بكتير اصغر منها بسنتين ثلاثه فهي اللي انا اكتشفته بقى ان هو احنا فعلا وي دونت توك انف اباوت ان لا هو يا جماعه الشيفت بين المدرسه والجامعه يعني لو انت سينيور داخل جامعه دلوقتي الشيفت كبير بس احنا بس بنقلل قوي اللي هو لا عادي وما اعرفش ايه انت داخل الجامعه يعني في ناس كمان بيحصل لهم يعني منتلي بيبقوا مش مرتاحين مش مبسوطين وبعدين ده بيفرق قوي كمان لان انت بتبدا تخرج من المدرسه بتخش على الجامعه وانا اي بليف انه وقت الجامعه ده طبعا مش نسيساغ ان الواحد يشتغل وقت الجامعه بس بحس انه ده الوقت اللي بيخليك تعمل كونكشنز اللي بيها تبدا تفكر انا ممكن اشتغل في ايه انا بحب ايه يعني. I can't agree more. ايه بقى اللي خليك تبقى نوسز انت بتقولي ان وقتك في الجامعه was really يعني it was really tough في الاول لحد لما بس لحد لما بداتيها لحد ما بداتها بص هقول لك على حاجه انا من وانا سته ابتدائي بحب الموضوع ان انا اقعد افرزنت وفي البروجيهات اطلع كده بحب جدا بس عمري ما كنت متخيله ان انا ممكن اكون فعلا عايزه اشتغلها او اللي هو اكمل فيها تبقى حاجه بروفيشنال لدرجاتي المهم دخلت الجامعه وبعدين انا فاكره كويس كنت مع واحده صاحبتي في العربيه وبعدين بقول لها انا بفكر ابدا يوتيوب شانل وكانت كل معلوماتي على ان اعمل حاجه يوتيوب شانل مفيش اي افكار تانية فبتسكت كده هي طبعا انا عارفه كنت قلت لمين قلت لميرنا صاحبتي اسمها ميرنا يعني بص يا ميرنا هطلع كل الغل دلوقتي مين في الجامعه ميرنا معانا في الجامعه هبعرفك عليها لما نخش الجامعه المهم يعني ميرنا شخص اللي هو انت لو قلت له اي حاجه الحاجه دي فيها حاجات كثيره قوي حاجات قوي حلوه وحاجات قوي وحشه هتمسك الوحش مش عشان حاجه بس هي شخص بيحب دايما يتحقق من المواضيع very practical very practical realist لا مش فكره practical بس بتفكر في كل حاجه ممكن تمشي غلط عشان الحاجه دي تطلع perfect فاللي هو انت لو رايح لها بكميه حماس هي مش هتتفهولك هي بس ليه يا مينا بالظبط اللي هي بس هتبص لك كده انت تبقى متحمس جدا انك تحكي لها حاجه مش هقول لك الله يلا دي فكره حلوه هتسكت كده طب ماشي هم وبعدين فبالظبط كده رحت افكر اعمل يوتيوب وغالبا كان اختيار غلط جدا اروح اقول لميرنا بس يعني ده اللي حصل قلت لها افكر اعمل يوتيوب قالت لي تعملي فيها ايه يعني كده بالظبط قلت لها مش عارفه عايزه وانا بقى طبعا انا اصلا شخص انرجيتك جدا فانا لو بروح اتكلم مع اي حد وكمان حاجه انا عايزاها وحباها سوبر انرجيتك يا سلام المهم يعني قمت قلت لها يعني بفكر اعمل انترفيوز بقى للناس وكده بس قالت لي ايوه يعني مين الناس مين الناس هتعمل منه متابعة مين الناس هتعمل انترفيو قلت لها يعني بفكر مثلا قلت لها عارفه مذيع الشارع وانا ما متحمسه قلت لي قلت لها بفكر مثلا انزل الشارع انترفيو ناس قلت لي طب ما هو مذيع الشارع بيعمل كده انت هتعملي ايه مختلف يعني فقلت لها مش عارفه بس حاسه كده يعني مثلا ممكن بصي ممكن انا حاجه مختلفه عنه وانا بقى مديه للموضوع انرجي مرعبه ممكن احنا مثلا نختار توبك معين وانزل اتكلم فيه مع الناس اشوف رايهم مثلا على التوبك ده يعني مثلا ممكن حاجه في البلد ممكن مثلا حاجه لسه حاصله قامت قالت لي ماشي بس يعني ما ينفعش تبداي بحاجه نكد اللي هو مش لازم تنكدي على الناس مش ناقصه ماشي يا ميرنا خلاص يعني اوف فيري ستريت فيري براكتيكال لا هي
هي الفكره لعلمك دي اكتر حاجه بحبها فيها ان انا عارفه ان انا لو عايزه honest opinion على حاجه هروح لميرنا اللي هو مش هتجمل. بالظبط بالظبط الناس دي مهمه قوي يعني there's a certain dose يعني تتاخدي دوس معين من الشخص ده وبعد كده خلاص بس مهمين قوي. بس هي بتشجع بس هي اللي هو مش بتخليك كده ماشي ورا الحاجه بلايندلي هي اللي هو هتوقفك ماشي امشي فيها. That's very important. That's very very important. بس فبعدين قمت فكره كده كانت في دماغي اللي هو ماشي ممكن ما اعرفش مهم انا فعلا 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 مش فاكره ايه اليوم اللي خلاني اخد القرار بس في وقت ما بعد ما قلت لميرنا الفكره دي قررت انه خلاص انا بجد عايزه ابدا. وبعدين انا ما كنتش بلانينج بجد خالص بجد من كل قلبي ما كنتش بلانينج ان هو يمشي في سكه الممثلين خالص. الفكره انه في كميه ناس مش طبيعيه بتفتكر انه كان انا مثلا عندي تحويشه ممثلين اعرفهم فقررت ان انا هبدا ده ويلا يا بوبي كلم لي مش عارفه ايه. بجد اتس نوت ذا كيس خالص. انا اهلي بعيد عن الفيلد كومبليتلي. انا كنت داخله الجامعه عادي جدا طالعه من المدرسه على الجامعه مفيش ولا اي حاجه. الفكره كلها كان معايا في كلاس كيمستري احمد داش ما كنتش اعرفه بيرسونلي ولا كنت بتكلم معاه في الكلاس عادي جدا بس كان في واحده لا في كلاس كيمستري في الجامعه اوف كيمستري اند سوسايتي ولا اوف اوكي سو كور بالظبط. فالمهم قمت قلت لواحده صاحبتي كانت تعرفه الصراحه ما كنتش لسه عندي الجراءه ان انا دلوقتي بقت عندي بس ساعتها ما كانش عندي الجراءه ان انا اروح اوقف حد انا بعمل كذا كان اول حد كمان فالموضوع كان بالنسبه لي لا يعني كان ده كان كله اول سمستر كله اول سمستر فقلت البنت اسمها نيمت قالت له فقام قال لها طبعا اي وود لاف تو بتاع المهم اخذت نمرته واتفقت معاه وبتاع. كنت عايزه اصور فين؟ كنت عايزه اصور في الجامعه. ليه عايز اصور في الجامعه؟ عشان صعب قوي انك تروح تقول لممثل يلا اخدك ننزل نصور في كافيه. دي كانت محتاجه تتعمل في ليتر ستيج بعد ما اكون في سوليد بيز انا ماشي عليها. فمهم قمت قلت له لا ما قلتلوش هو بدور بقى ازاي ممكن اصور في الجامعه. صباح الحفرقه بقى يعني حفرقه تعرف ان انا اول ما بدات افكر في بودكاست فكنت عايز اصور في الجامعه بس لازم تحفرقي فشخ فشخ والاماكن والكلاسز وازاي اصور وما اعرفش ايه ولو سكيورتي دخل عليا هقول له ايه والدنيا دي كلها لا لا كارثه كارثه كارثه. الفكره ان انا الاول بدات بان انا مشيت بجد بطريقه بيزك قوي انه طب انا عايز اعمل حاجه في الجامعه انا ايه انا ستودنت هروح لمين ستودنت اوفيس لايف ولا مش عارفه ستودنت لايف اللي هو سال رحتي اللي هو سال رحت ده ايه ده انا كنت بخش كده بجد موظفه حكوميه عارف اللي هو داخله بجري ورا اكل عيشي هو ده بالظبط اللي كان بيحصل واللي هو اروح مش عارفه الفلان لا روحي الفلان وجامعتنا اسمي كذا 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 بحاول اعمل كذا 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 وجامعتنا بجد سخيفه بجد سخيفه مش قصدي حاجه والله بس هي بجد سخيفه في الحاجات دي. المهم دخلت في اسوسيشن ماسكوم اسوسيشن في الجامعه وباي ذا واي بقول لاي حد يخشها هي اسوسيشن حلوه جدا دخلت فيها وبداوا هم بقى يعني يظبطوا لي الدنيا انه اعمل ده ثرو الاسوسيشن يعني انت لازم عشان تعمل حاجه في الجامعه ما ينفعش تكون كده ستودنت ورايح تعمل حاجه really? لازم تكون تبع كلوب تبع اسوسيشن تبع اوكي بالظبط. فبدات التصوير في الجامعه وكده. المهم صورت كذا انترفيو في الجامعه والحمد لله كنت بدات. وبعدين بعد ما صورت كام واحد في الجامعه مش عارفه طلعوا قرار او قرار كان اصلا موجود وانا متجاهلاه اتري بقى انا كنت بعمل جريمه في الجامعه وانا شاخده بالي اللي هو ازاي بتصور طلع في بقى بوليسي كامل العالم ايه الحوار ده وحتى رحت ودوني ورقه كامله قوي فيها بقى البوليسي بتاعه ان انت فيلم في الجامعه وان الفيلم ده يطلع بره الجامعه ذات سيريس بالظبط. فخلص انت عارفه بس انت عارفه مين اللي بدا كده؟ عارفه الدحيح احمد غنطور احمد بدا عندنا في الجامعه كنت سويت معانا في الجامعه وبدا انا اخذت كلاس في الكلاس اللي هو بدا فيه هو ليتلي كان بادئ حاطط يعني انت عارفه الجامعه بيبقى فيها في بروجيكتور وفي البورد هو كان ليتلي مصور حاطط كاميرا ومقفل الستاير مقفل كل حاجه وعامل الداس يو شيب وهو واقف في النص وبيصور ليتلي في كلاس عندنا في الجامعه. حاسه ممكن زمان كان يكون ما بالظبط كان بروبلي زمان قوي فلكسبل اكتر دلوقتي بجد الموضوع بس فيري انتريستينج مع ان هو يعني مع ان هم بيستخدموه في كل الايفنتس بتاع يعني اي نيفر فيلت لايك ان الموضوع ممكن يباك فاير على اي يو سي. ما هقول لك ليه عشان اي جس لو انا مش غلطانه كانوا ساعتها قالوا لي انه لو بتعملي حاجه في الجامعه تبقى ليك جامعه مش ليكي حتى لو انت ستودنت عادي. اوف ايه العذاب ده يعني شويه بس طلع بقى فيه رولز ورولز فيعني خلاص كان اصلا ساعتها كمان بعدين بشويه كانت جت الكورونا فكش فرق كتير بس. واول مره بقى كان مع احمد داش رحنا في قعدت بقى كتير قوي افكر هسافر في الجامعه بقى جامعه كبيره جدا وجاردنز بالظبط. ومامي بقى جت معايا انا اول يوم كنت نازل هو اول يوم مدرسه فاهم مامي جايه معايا مامي دي بقى كونتيني خالص هي بتشجعني جدا وبالعكس هي كمان مديلي فاينانشال سبورت في حاجات كتيره جدا وبتشجعني جدا وبتحب اللي انا بعمله جدا ومبسوطه عكس ميرنا كده عكس ميرنا بس مامي يعني الماركتنج اللي بتعمله لي مش طبيعي كميه الماركتنج اللي بتعملها لي في اي حته مرعبه يعني هديك اكزامبل مثلا امبارح
كنا في بيتك بشتري ميني بار لقطي عادي جدا زي اللي وراك دي انا لمحتها قوي ما دخلت زيها بالظبط السودا دي بالظبط باي ذا واي اتس ريلي جود حلو اه حلو هو بالظبط اللي انا هشتريها هي دي السته ولا الاربعه في اربعه ونص وفي سته ده سؤال كويس قوي ما اعرفش دي اي ثينك انا دي ثلاث رفوف ولا رفين دي رفين ثانيه واحده اه اتاكد كده عملنا بوز بس اشوف الميني بار اللي هشتريها رفين رفين اوكي انا اللي هجيبها اكبر والله العظيم عادة بتبقى مليانة بس انا عشان ليتلي كنت لسه راجع من الساحل اول ما دخلنا قال لي عايز تقومي تجيبي اي حاجة من الثلاجة قومي يعني مفيش اي حاجة من الثلاجة اه فتحت الثلاجة افتكرت عشان عادة ببقى سايب صف مش خالص ببقى سايب صف ريد بول وبعد كده صف كولا وصف ما اعرفش ايه اكتشفت ان في ليتلي مفيش غير كوكا واحدة في اثنين فاهمة وانا هاخد واحدة منهم بس فامبارح كنا بنشتري الميني بوي دي وقامت بقى ايه واحنا بنشتري وانا بكتب ورا الراجل الاسعار وبشوف اجيب اني واحدة بتاع عندكم انستغرام كده بالظبط يعني على طول ها عندكم انستغرام منتهى العشوائيه يعني ماي بتقول لواحد بيشتغل في بيتك ماي انت بتعملي ايه عندكم انستغرام اكونت اه طبعا يا فندم عندي طبعا راجل مش متخيل انها تعمل دعايه لبنتها يعني طيب عايزاكم بقى تعملوا فولو لنالا ساز اتس فيري كيوت اتس سو كيوت لا فضيحه يعني هي فضيحه بس اتس فيري كيوت بجد فضيحه مش طبيعي فانا خلاص سكتنا قلت لك اكتب لهم بقى الانستغرام اكونت بتاعك هنا على ورق فكتبته كده اللي هو على جنب الصغير بعدين وانا ماشيه يعني خلاص قمت قطعت الورقه كده عشان كان فيها الاسعار خدها معايا بالظبط وطبقتها قامت ايه مامي شافت ان انا عملت كده ما تنسوش بقى تعملوا فولو نالا ساز وتجيب ورقه ثانيه وكتبت بالكبير جدا بس بقولك والله كويس ان هي ما سمعتلهمش اعملوا لنا ديسكاونت عشان هي هتنزل لكم الستوري مثلا حاجه كده ده بقى ده بقى الانيال ده بقى الانيال بقى ده اللي هو شغل الاهالي فشخ لا 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 بجد بجد الحاجات دي اللي هو متعبين اتس سوبر كيوت بس متعبين الصراحه بس كده وبعدين احنا كنا بنتكلم في ايه شفت بقى قلت لك ده كنا قبل الميني بار كنا بنتكلم اه ان انت كنتي اول يوم نازله بتدوري على لوكيشن تصوري في الجامعه وكان معاكي مامتك بس فاخدنا بقى الكولوار الطويل ده اللي هو فيه نخل كتير اللي هو عند الجاردنز عارف بتقف عند الجاردنز بعدين تيجي تخش شمال عشان اكنك رايح للادميشن اوفيس اوكي يا تصورنا هناك بس طب عملت ايه في المايكس عشان اكيد فيها هيد في يعني. المايكس اوكي بدات الاول ما كنتش عارفه اصور الاول موضوع التصوير ده كانت قصه قوي الاول كنت المفروض هصور مع حد لا داعي لذكر الاسماء بس يعني اتفقنا ومش عارفه ايه المهم حد غير حد هيصور معاك يعني حد زي متابع مش احمد داش قصدي حد هيصور حد برودكشن فالمهم اتفقنا تمام واتفقنا على البرايس وكده بعدين بالظبط انا كنت خلاص اتفقت مع ريكا جه بعديها قبليها بيومين ثلاثة انا هنحتاج مش عارفه ايه فهحتاج علي برايس طبعا انا بالنسبه لي اصلا انا اساسا بادئه واساسا حاسه ان انا دافعه فلوس كتير والدنيا الدنيا يا سبيشلي في الاول الموضوع بيبقى اللي هو انا اصلا ما اعرفش اي حاجه يا فبانك طبعا جدا طب هعمل ايه كنا يوم في الجامعه ومع صحابي على السبس بتاع سالت واحده صاحبتي اسمها جوانا اتعرفت عليها كانت قاعده مع واحد اعرفه فالمهم قالت لي انا اعرف حد بيصور اسمه كذا كذا خدي النمره وكلميه وبتاع كانوا يونج برودكشن ساعتها فكلمت يوسف طارق صراحه كانوا هيلفل جدا كانوا بيشجعوني جدا كانوا اندرستاندنج جدا لفكره انه اتس ستارت اب ومش عارفه ايه وقعدت اصور معاهم فتره طويله كويسه جدا وبس وبعدين بقى بدات كل شويه كل ما الوقت بيعدي كل ما انت بتسيك تكون مور بروفيشنال فكل ما انت بتحاول تغير او مش فكره مور بروفيشنال بس انا اي بليف انه التغيير ده حاجه مهمه جدا انا اصلا شخص زهوق جدا بحب اغير يعني ما ينفعش امشي بنفس ما ينفعش اي جت هيجرالي حاجه اي جت ذات بقول لك ايه والله العظيم والله العظيم يعني اي دونت نو بيكوز ذس فيرست تايم كومينج تو ذا روم انت حاسه ان هو كل حاجه زي ما كانت اي سوير كامل حاجات اتغيرت في الاوضه يعني البوم ارمز دي اتغيرت انا ليتلي كنت في يوم نزلت قررت ان انا عايز اجيب ترابيزه ثانيه مخصوص عشان اخلي اللابتوب اتحط هنا لوحده عشان يبقى الميكسر على ترابيزه واللابتوب على ترابيزه بالظبط يعني البولرويدز بداوا هنا اللي هي البولرويدز حلوه قوي بعد كده حطيت بولرويدز هنا بتاعت صحابي وبعد كده خلصت هنا وقلت انا عايز احط في الثانيه حطيت دارت بورد جبت الساين اللي فوق لايك اتس اوكي فوق الدور عشان واحنا نلعب دارتس البيبي ده فاهم قصدي حلو قوي انا كاف جدا يعني حتى الميني بار عاده تبقى مليانه بس النهارده قررت انك تغير تبطيها بالظبط فاللي هو كله يعني انا اجدت قوي بس فبدات بقى اصور اول مع يونج برودكشنز وبعدين بقى كملنا وكان حد بيجيب حد يعني عارفه انت تسالني ازاي بقيت جبت بقيه الناس فمثلا كان تي تارا مثلا انا فاكره هو اس اي تي توك في الجامعه تبع كلوب مثلا كان ساعتها تبع كلوب ساستا بدور بقى كلوب ساستا مين اللي ماسكه وعايزه برضو اقول حاجه في حد في الجامعه ساعدني جدا جدا وعمري ما هنسى الموضوع ده اسلام سرور اوكي ساعدني جدا وكان دايما بيباك مي اب وكان دايما بيشجعني وكان دايما لما بتكلم واي بليف اي فرين عايز اعمله
ما كانش بيقلل منه ولا كان بيقول لي مش هتقدري ولا بالعكس كان اصلا بيديني بيرسبكتيف اوسع. مرنا مرنا جد نرجع لميرنا. انا هسه انا بعدنا انا اسف يا مرنا. لا لا والله مين ده برضه يعني. لا لا we all need a مرنا we all need a مرنا. Yeah, it's very, very important to have that person that اللي هو that عارفة I like to call them bullshit detectors. أنا أقولك خلي بالك. Yeah, that's not gonna work. تقتلني بعد الانترفيو. Exactly, exactly. تقولي حرام عليك على فكرة مش كده أنا مش أميرنا خلاص. بس كنت بقى بروح وأجيب البريزنت بتاع الكلوب وأكلم معاه بس و I believe برضو إنه ربنا الصراحة لي impact إنه كان عارف قد إيه أنا بحب الموضوع. You're excited and passionate about it. كده كده. Yeah. So إحنا بدأنا أول when was the first episode؟ تقريبا انا فاكره كويس قوي نوفمبر 19 نوفمبر 2019 او 11 نوفمبر مش متاكد 19 نوفمبر 2019 اوف انت بادئه السنه بقالي سنه وشويه لا لا بقالك اكتر اي ثينك سنتين مش yeah. سنتين مش حاسه سنتين مش سنتين ازاي ما احنا لسه ما خلصناش سنتين واو انا وحشه قوي في المات سنتين واو ذاتس ريلي 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 امبرسيف انت بادئه من زمان بقالي فتره اوف اوكي وات واز انا كاكا مش ما احبش بقى اقول هو وات واز يور فيفرت ابسود وات واز عشان اتس فيري ديفيكلت بين بوينت عشان كل ابسود مختلفه وكل ابسود بتستفيدي منها حاجه وكل شخص اصلا مختلف بس وات واز ذا تافست ابسود ذات يو هاد تو فيلم ان تيرمز اوف اللوجيستكس بقى ودنيا اتاخرت او مثلا حاجه ثينجز ذات ورك اوت يعني هقول لك على حاجه اي جاست هاد ان ابسود وذ I think episode 42 كانت مع زياد الحضري. زياد is huge on TikTok, huge on Instagram. زياد النور قطع علينا مرتين. احنا ليه اللي قاعدين بنتكلم وكل حاجة تمام. مرة واحدة طق الدنيا ضلمة. والله العظيم. بعد كده النور رجع. فبدأنا نكور تاني وبعد كده نروح قطع تاني. It was awesome مع الاديتنج. اتبهدلت بقى في الاديتنج عشان انت بتحاولي you sync up الاوديو بالفيديو. انت do you do the editing ولا معايا؟ لا معايا productions. باشا على طول. انت صح قوي. انت صح قوي. لا بس انا عايزة اتعلم. انا مدائم الموضوع ده. بس honestly يعني. قوي. اوكي انا هقولك انا اتعلمت اديتنج غصب عني عشان كنت في الاول بعمل فيديوهات بقى يوتيوب وكده بس كنت بعمل فيديوهات لنفسي بس البودكاست اكشلي اديتنج بتاعه سهل قوي يعني بيبل اكشلي اوفر استيميت هاو ديفيكلت تيست تو اديت البودكاست عشان كل انت بتعمليه از انت ليتلي بتاخدي الفيديو بتاخدي الاوديو يو سينك ديم اب اوتوماتيكلي يعني بتعملي سيلكت للاثنين وفي كليب حاجه اسمها كليب سينكرونايزيشن حاجه كده دي سينك اب واول اي دو از انا بشيل الحته اللي في الاول الحته اللي في الاخر بس وانا كده كده بنزلها كلها الرا يعني I don't edit anything out بعمل شوية color correction كده بظبط الألوان ودن يا باش الحاجة التانية اللي بعملها بقى ان انا ساعات بقطع الكليبس بس في الاول بقى عشان كنا عايزين بقى نعمل جو وبتاع كنت ببعتها للإديتر بس دي كانت تسويح عشان انت لازم يبقى فيه هارد ديسك ولازم تحطيه ولازم تنقليه والهارد ديسك لازم يروح وهم لازم يخلصوها اون تايم كان ايماجين فاهمه قصدي فعشان كده دي كانت عصا بس حلو انت بتقدد لنفسك صراحه اتس لوت سمبلر الصراحه اللابتوب بيتبهدل بس اتس لوت سمبل اونستلي بس الايديتنج بتاعك سهل الايديتنج بتاعي كارثه يس عشان كارثه بجد عشان كده بقول لك الموضوع مختلف تماما انا متخيل ان هو مرعب نفسي اديت واتعلم بس بجد ما عنديش وقت فوكك بجد فوكك يعني already very good at what you do so I say stick to it عشان الاديتنج ده editing is very very taxing on time in terms of time انت بجد هتقعدي 3 4 ساعات مستريح وده اللي هو انت لو عايز تخلصيها في حته واحده الشباب التانية بقى بيبقوا عشان already شغلهم فهم they know the shortcuts they know الكلام ده كله وده already اللي هم بيعملوه so instead of you not يعني انت ممكن تبقي بتعملي انترفيو تاني instead of editing هم كده كده they are editing فاهمه قصدي بس فلوس yeah. بقى ما بالظبط هي دي مشكله فلوس بقى yeah, yeah. كميه فلوس اللي رايحه على الموضوع يس يس بس is it worth it do you think it's worth it it's worth it بس حاسه ان انا دلوقتي في الفتره اللي انا فيها في حياتي دي بص في كذا فتره دخلت انت في حته دلوقتي كارثيه او قبل ما اسافر قبل ما اسافر الساحل الصيف ده حياتي كانت هو الساحل بقى كانت تحفه كانت تحفه I'm glad I'm really happy yeah. يعني حقيقي I disconnected يعني الله. انت بصوت في الساحل السنه دي it was very toxic ليه شفتي شفتي انا عايز اقول I was very very happy يعني I'll tell you about it بس after like I really want to get into this okay. yeah. طيب قبل ما اسافر الساحل كنت مش كويسه خالص خالص يعني بطريقه مرعبه لانه كان جدي توفى وده كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا وبعدين بص مش هينفع اتكلم عن الموضوع ده you don't have to if you don't feel comfortable you don't لا have عادي to عادي هقدر I promise you do not have to لا لا it's okay عادي انا عارفه انا لو عايز اتكلم مش هتكلم ما تقلقش yeah. المهم يعني قبل ما اسافر الساحل الموضوع كان ملعبك جدا وكان عندي I believe انه كانت المشكله فيا اكتر من اللي انا بعمله انه انا باخد كل حاجه على اعصابي يعني لو مثلا مش عارفه ايه طلع غلط الدنيا في الشيله بتتحط انه عايزه كل حاجه تطلع بيرفكت وبعدين انا ما كنتش كده يعني انا
في حياتي عديت بتغييرات كتيرة جدا. زمان انا مش الشخص اللي فيه دلوقتي يعني حاسه انه اتحسنت او في حاجات اتحسنت في حاجات دلوقتي اوحش في جروث في الكلام ده كله بالظبط. فانا زمان ما كنتش شخص perfectionist خالص, كنت بالعكس اللي هو كل حاجه في مكان كده في كل حته مفيش. فلما بدات اعمل اللي انا بعمله من كتر ما انا بحبه من كتر ما انا passionate about it من كتر ما انا خايفه عليه, فبقيت بقى اخاف قوي 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 الموضوع بقى يكون توكسيك عليا انا ومنتري ما كنتش كويسه. كنت باوفر ستريس. وبعدين بقى اكتشفت انه ايه واحده واحده علاقاتي مع اهلي او علاقتي مع اهلي بتبوظ مش عشان حاجه بس اي دونت هاف ذا تايم اللي انا اديه لهم. ده واحد. مع صحابي نفس الكلام, انا بشوفهم وبقعد معاهم وبخرج وبناكل وبنفسح وكل حاجه بس انا ام نوت بريزنت معاهم. You know how big that is. That's such a big realization. I'm very proud of you. Like for real. بجد. فوقفت واقفه كده حسيت انه لا انا مش موجوده معاهم في الأيام. انا قاعده هم بيضحكوا بتاع وانا مخي في حته ثانيه عمال يفكر ويفكر في ايه في اللي هو اللي انا لازم اقدمه واللي انا عايزاه. انا عايزه اوصل عايزه اوصل. فحس ان انا مستعجله قوي والبروسيس لسه طويل قوي 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 فمش هينفع اكون كده كتير. وبعدين المهم حاولت كتير قوي ورك اون ماي سيلف ساعتها بس ما كنتش بعرف عشان ما كانش عندي الافورت او الانرجي اللي اديها للناس. كمان كل علاقاتي مع صحابي مش مع صحابي مع كل حاجه بهدلت. فحسيت ان انا واعيه انه في مشكله بس ممكن اكون مش قادره قوي احلها. وبعدين جت فتره كده حاولت شويه انه طب لا انا هبدا اركز على الموضوع على طول. موضوع جدي جه في يوم انا بالنسبه لي بجد لو يعني عمري ما كنت بقول انا عندي اوحش يوم في الحياه وكده كنت بقعد اقول الكلام ده. لو لا انا ليه افور ما فيش يوم وحش بس فعلا اليوم ده كان وحش او مش عايزه اقول وحش بس كان يوم صعب. يعني انا في اليوم ده اكتشفت حاجات كتير قوي عن نفسي انا ما كنتش اعرفها. يعني كان اليوم ده عندي بام سي ايفنت لبنك لاي جي بنك مش عارفه انت شفت او لا اللي هو مينت انكيوبيتر. فكان انا جدي كان بيتعب كتير جدا جدا وكان بيروح مستشفى كتير وكده. فانا بالنسبه لي انه مامي مثلا ما تجيش عشان هو راح مستشفى مش كارثه اللي هو مش يا لهوي دي حاجه اول اتس اندرستاندبل بالظبط. فالمهم يعني خلاص ما فيش حاجه وبتاع. انا بجد مش عارفه ليش معنى اليوم ده بالذات قبل ما اطلع اون ستيج جالي تفكير انه طب ايه لو حصل حاجه ايه. وفكره ان بجد هي عمرها ما كانت بتعدي. يعني ساعات كتير قوي بيكون في مستشفى وانا قاعده في البيت عادي اللي هو انا ما وريش حاجه ممكن انزل المستشفى ده طبيعي بالظبط اللي هو عادي خلاص مامي ما تلاقيش ما فيش حاجه ما بيجيش اصلا التفكير ده خالص. اليوم ده بالذات اي هاد يعني ذس ثوت انه طب افرض حصل حاجه. انا قلت ايه الهبل ده بالظبط كان فاضل لا لا كفايه بقى ما تقفريش بالظبط. انا بالظبط كان فاضل لي 5 دقايق. انا فاكره كويس جدا 5 دقايق اللي هو خلاص انا هقعد بقى اوتر نفسي اكيد ده مخي بيتشعلق في حاجات عشان قلقانه. وطلعت وبتاع يا دوبك خلصت مفيش وخلصت وتصورت مع صحابي وبتاع بنشوف انا اتغدى فين. عرفت الموضوع طبعا انهارت انهيار مش طبيعي. فكان انا بالنسبه لي بقى انا عماله اتفعس انا ما بقتش موجوده. ما بقتش موجوده دي اندر استيميشن لوقتي. انا بجد ما كنتش موجوده مفيش. فقررت انه لا انا مش قادره انا وبعدين كمان موضوع جدي تعاملت معاه مش باكسبتنس بس ولا بدينايل. يعني ولا كان دينايل ولا كان اكسبتنس. كان شويه ان انا بدستراكت ماي سيلف وكنت عندي awareness ان انا بدستراكت myself which is حاجة كويسة it's very healthy. وباي تايم خلاص بدأت accept واحدة واحدة وما كنتش قادرة قوي اجريف في الاول. فحوشت سنة اللي هو انا اول اخر يعني اول اسبوع اخره كنت بدأت ارجع الشغل اللي هو خلاص لا انا في حاجة اهم شغلي اهم بس ده كان غلط قوي. وبقى خلاص مرة واحدة فرقعت وواحدة واحدة بدأت accept الموضوع. فبس فلما سافرت الساحل فصلت وادركت بقى قد ايه في الساحل انا ما كنتش كويسة. لانه لما انت بتسافر في حته او بيجي لك وقت تاخد باوز بتدرك قد ايه انت دلوقتي الله انا عندي وقت اهزر انا عندي وقت اكون انا الشخص اللي انا كنت اصلا نسيت هو مين. انا عندي وقت اقعد مع مامتي مع انا عندي انرجي اهزر ذاتس هيوج ان هو ان انا اوريدي يعني اي هاف انرجي اند اتس نوت سو سكيرس تو ذا بوينت وير لا انا هحطها في الشغل. يور تشوزينج تو بوت ات ان سمثينج ذات يو لاف بالظبط كده. وبعدين انا مثلا بحب اقرا قوي ما كانش عندي وقت اقرا. يعني بقرا كتير بس جت فتره وقفت مثلا عشان مفيش وقت فعلا مفيش وقت. فبدات اقرا اكتر ارجع اقرا تاني. فبدات اعمل حاجات انا بقى بحب اعملها مش اللي هو شغل 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 وبعدين يعني ده الوقت اللي انا لازم برضو الاقي فيه حاجات لنفسي وادي انرجي للناس اللي بحبها والناس اللي بتحبني. فركزت بقى على الموضوع بدات اشتغل عليه ورجعت. يعني انا حاسه انا رجعت اول امبارح يعني لازم قريب. فحاسه ان انا عندي انرجي اكتر انه اكمل في الموضوع. ايوه اي يعني مبدئيا I'm very very happy for you. I'm very happy ان انت وصلتي الحمد لله. And I feel like that's it's so important ان انت تبقي عارفه
ايه اللي بيخليكي تعرفي تفصلي وايه اللي بيخليكي مبسوطه. I feel like that's very important. وانتي رايحه الساحل did you know او did you feel like ان الساحل هيبقى بريك كويس ليكي ولا لا؟ ما كنتش عارفه احدد قوي بس يعني كنت عارفه ان انا محتاجه ابطل اللي انا بعمله. كنت عارفه ان انت هتسافري وكنت عارفه ان انت هتريحي وهتسافري وتقعدي مع اصحابك. اوكي what do you feel like actually gave you the energy back, يعني what do you feel like mattered the most when you في الساحل؟ شكلها كان المكان بيفرق والناس بيفرقوا بس what do you think happened there that made you feel like low? اوكي بص انا بقرا كتاب خطير اسمه ايه؟ Letting go. اوف لا لا هو مش طبيعي. لا مش طبيعي. بليز توك تو مي اباوت. مش طبيعي وفعلا انا مش بصدق. انا بقرا كتب كتير. الاول كنت بقرا نوفلز بعدين بدات اقرا كتب اللي هي سيلف هيلب اكتر. قريت اول حاجه ذا باور اوف ناو اللي هو بتاع اكورتولي. ايوه بالظبط كده وعجبني قوي بس حسيت ان هو ريبيتيتيف شويه وبعدين هو راجل بطيء فشخ. ما هو بقى كده كتاب ريبيتيتيف. هو راجل بطيء جدا بالظبط. وحسيته كمان انا عندي مشكله ان انا بحب الحاجه تكون متقسمه وواضحه فحسيت الكتاب شويه داخل على بعضه. بقولك I'm super clumsy. وكنا بعملين نعيد ونزيد في وجهة النظر اللي هو بيقولها بس عجبني. بعدين جبت كتاب تاني قبل مسافر الساحل اسمه Letting Go بتاع مين مش فاكرة دلوقتي بتاع هوكنز مش عارفة بصوت ازاي. ما علينا الكتاب ده خذ عليه. لا بجد تحفة. بيكلم على ايه؟ بيكلم على فكرة ان انت Let Go مشاعرك بفكرة ان انت تسمح ان هي تطلع وان انت تبقى واعي ان هي موجوده. يعني مثلا لسي مثلا دلوقتي وانت اتخانقنا مثلا او مثلا انا ومامي اتخانقنا عشان اقدر ريليت اكتر فانا متعصبه قوي من فكره ان مامي ده بتخانق معايا نفس الحاجه وانه مثلا هي شايفه فيا كذا وكذا وبتنتقدني و و و فبدل ما احاول اسبرس الفيلينج اللي عندي او ريبرست لان سبرشن انت بتعمل كده وانت واعي ان انت بتسبرست انه لا انا مش هحس. اوكي ريبرشن انت بتعمل كده وانت مش واعي. اوف ده الفرق ما بينهم. ده فرق بينهم. فهو كتاب بيقولك فرق بينهم وبيقولك ان انت ولا ينفع تعمل ده ولا ينفع تعمل ده وبيقولك ان مخك ليه ده بالنسبة للمخ مش التحكم بتاعك انت بتاع نفسك. ان المخ ليه 4 طرق عن طريقها بيحاول يتعامل مع المشاكل. اول حاجة ان انت تسبرس. تاني حاجة ان انت تسبرس. بعدين ان انت تأسكيب الموضوع وتأكسبرس. وبيقولك ان الاربع ميكانيزمز دول اوحش. يعني كل الاربع اوحش من بعض. ما هم دول اللي مخك بيعملهم اللي انت بقى لازم تسيطر عليهم. احنا قلنا suppress repress escapism ان انت تاسكيب المشكله وان انت تاكسبرس. escape اللي هو distractions. ايوه بالظبط. ان انت تاسكيب الموضوع وتقعد تستراكشر سيلف لان ده في الاخر بيؤدي ان انت بتسبرس المشاعر او بتريبرس بطريقه. سو الاثنين دول بيؤدوا لدول بالظبط. وان انت لما تاكسبرس انت بتفتكر ان انا لما عندي مشكله فجيت حكيت لك يوسف انا متعصبه من 1 2 3 انا كده ارتحت. لا انا كده بدي انرجي اكتر المشكله وانا مش واخده بالي. اوف بالظبط. اوكي فانا ما طلعتش. انا بالعكس انا كبرت. امال بتطلعي ازاي؟ مش بتطلع بتسيب الشعور بالظبط بتسيبه. انت ممكن اقول لك على حاجه ممكن مش عارفه حاسه انا بتكلم لو حد مش مقتنع باللي انا بقوله هيقول لا 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 خلفها بس بليز كنتينيو. هقول لك ان انت لما بيكون عندك احساس معين مثلا متعصبه من حاجه او متضايقه مثلا فانا قررت ان انا اخلي الشعور ده يطلع واحس بيه. انت عارفه انت بتحسه في جسمك حرفيا يعني you feel it. yes. بجد. yes. ومش بأفور. yes. ومش بقى لا 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 هو أي حد يجي يقول أي حد يجي يقول لك إن إيه ده لا أنت بتهزري وما أعرفش إيه والكلام ده ما بيحصلش. yeah. هو مش فاهمين. مش فاهمين. هو ممكن يكونوا مش عارفين يوصلوا للستيج دي لأن هي صعبة. yeah. وهي because they're probably either suppressing or repressing emotions من زمان قوي فهم مش بالظبط. yes. وبيقول لك إن أنت كمان كل ما بتكون بتسبرس الشعور اللي عندك أو بتريبرست من زمان قوي كل ما بياخد وقت اكتر ان انت تحس بيه وهيطلع على مراحل. يعني ده يطلع منه شويه هيجي مثلا بعد 3 ايام يطلع منه شويه تانيين بعد 4 مش هيطلع كل مره واحده لانه كل ما الحجم بتاع السبريشن زاد كل ما حجم كل ان انت تطلع اكتر. الكتاب ده مش طبيعي. وبعدين هو متقسم تشابترز انه مثلا بيتكلم على كل حاجه. بيتكلم على grief على fear على love على personality على والتشابترز متقسمه بالتايتلز دي فمش طبيعي. لا مش طبيعي. I am going to read it. انا دلوقتي بقرا I'm reading this book it's called Like a Flowing River بتاع اسمه باولو كوهيلو. هي هو كتاب لذوذ قوي. انا كنت بقرا بقول لك كنت بقرا كتاب تقيل بشكل مش طبيعي. كتاب I think 400 صفحه اسمه Breaking the Habit of Being Yourself. It's a very intense book. It's super dense. بيكلم على meditation, بيكلم على the quantum field وازاي بقى law of attraction وازاي to give out energy بتاع very very interesting. بس كتاب تقيل قوي. فالكتاب اللي انا بقراه دلوقتي يعني many stories and thoughts وبتاع فعلى هادي. I actually really want to read that book. لازم وانا بتقراه قولي.
I will. قولي حسيت ولا هقولك ليه؟ عشان انا I can relate. انت شو عمال ماتش I can relate الموضوع ان انت بتحسي الفيلينجز ده, عشان I've recently gone through a very very transitional phase in my life. I think I'm still going through it. And like I felt things differently. I felt pain. وبين اللي هو انا موجوع, اللي هو في حاجة يعني انا ما اتخبطتش ومحدش عورني ومحدش كسر عليا, يعني مش اي حاجة, بس I'm in pain, like I'm physically in pain. ف it's very very interesting how in when you truly feel something your body actually starts to adapt to it. عاملة بالظبط زي مثلا تبي بتحبي حد قوي, mm-hmm. and like if you're in a very very serious loving relationship and then you have to break up, your body has the same withdrawal symptoms زي مثلا if you're hooked on cocaine. فانتي literally you not seeing that person or you letting go, your body starts reacting the same way, اللي هو لا it needs that dopamine hit, it needs السيروتونين اللي بيجاز ريليس لما تشوف شخص عشان تحبيه قوي. ف it's very interesting. هو كتبت عفوا وبيكلم كمان على attachment, ان انت ليه بتتعلق بالناس عشان ده انت يعني اصلا بيقولك كمان حاسة عمال اتكلم عن كتير من كتر ما انا عاجبني. I love it. Yeah. بيكلم ان انت لو حاسس ان انت attached لحد قوي لازم تسأل نفسك انا ايه الاحساس اللي هو بيدهولي اللي انا مش بدي لنفسي. ف once بتحط ايدك على الاحساس ده بتعرف ان انت تكمبنسيت الاحساس بيك. Wow, فالattachment بتاعتك بتقل. وبيقولك انه اي حاجة احساس الخوف ده بيجي عشان انت عندك fear of loss, عشان انت attached to dependent على الشخص اللي قدامك بقى بطرق بليفلز مختلفة. لا هو كتاب تحفة. How are you able to relate to it? Okay. Again, if you're not confident, يعني عشان انا دايما بسأل اسئلة that are very, يعني هقولك على حاجة. ما I can keep asking you about Nala says, which I will, and I'm very interested to know that. But I'm also very interested to know the person behind. Oh, مسرح مزي أحلى حاجة. The quest, فهم أزي. يعني I feel like هو أنا ممكن أخش and I can stalk you on Instagram. هعرف كل حاجة عنك, but I wouldn't really know everything. Our people won't know everything about you, unless I feel like you have the opportunity to talk about that. يعني أنا بقول لك I've going through a transition phase in my life. I would have never shared that لو اللي هو حد قال سألني oh so how's the podcast, I'm like yes the podcast is great. عمرك تفتح الموضوع. Exactly. Okay, إزاي حاولت عرفت relate؟ هقول لك أنا شخص بيحب, أنا في حاجة I believe إنها ممكن تكون حاجة كويسة, مش غرور والله ولا أي حاجة, بس أنا معايا إن هي موجودة. إنه أنا بكون عارفة شخصيتي. يعني أنا لو عندي مش غرور, that's great. That's والله amazing. مش غرور. لا, it's great. Even if it is, it's great. It's still, it's يعني very helpful. بكون عارفة إيه الحاجات التوكسيك, إيه الحاجات اللي فيا وحشة, إيه الحاجات very self-aware. فدي حاجة أنا بحبها جدا, ودي أكتر حاجة بحاول أشتغل عليها طول الوقت. فأنا عارفة إن أنا شخص شوية بحب الناس تحبني. يعني it sounds غريبة جدا. It sounds غريبة جدا, بس بجد مش قصدي حاجة, بس قصدي كناس, مش الناس اي ناس, بس مثلا صحابي احب ان انا اكون. It's very important in بالظبط. انت كمان human nature plus بتختلف من شخص لشخص بالintensity بتاعتها. فاللي هو مثلا انا بحب صحابي قوي بديهم effort ووقت وكده, فبحب receive نفس الحاجة تاني back منه. Yeah. وبعدين اكتشفت انه مع الوقت انه صحابي بيحبوني وكل حاجة واحنا تمام وكده, بس ممكن تكون الdependence بتاعتي عليهم بقت زيادة قوي, ان انا ممكن اتضايق من اي حاجة حتى لو تفاهة مش مستهلة. وحسيت ان انا مش معتمدة على نفسي انف, ان انا محتاجة اركز اكتر مع نفسي in terms of مشاعر مش in terms of حياة. يعني انا لا قولي كملي. انت تقول حاجة. كنت يعني عشان انتي because you love them so much so you're starting to be very sensitive من الحاجات اللي هم بيعملوا. بالضبط. Okay. بالضبط. Okay. فحسيت انه ده بدأ يخليني مش عارفة قوي ركز مع نفسي. Okay. او مش عارفة ركز قوي ان انا اكون مسؤولة عن مشاعري. يعني انا مسؤولة في الحياة, يعني انا في حياتي مسؤولة, بعرف اخلص عكسي لنفسي, بعرف اتصرف كده. I can see that. Yeah. بس in terms of مشاعر لا, يعني في بهدلة شوية. فدي حاجة يعني مش عارفة اذا انا عمري اتكلمت عليها ولا, بس I guess انه لو حد ما يعرفنيش مش هيبقى عارفة يعني. لا حد عارفني تمام. ففي مشاعري او في علاقاتي مع الناس القريبة ليا سواء صحابي اهلي كده مش ببان sensitive, بس انا in fact I am. Okay. فحسيت ان انا محتاجة مش اقوى, بس حسيت ان انا محتاجة اركز شوية في فكرة انه عايزي. في حاجة في الكتاب برضو هي دي اللي خلتني عايزة كده, انه انت لما you expect, او مش فكرة you expect, بس لما بتassociate قوي احساسك باللي حواليك,
انت بتقلل من القدره بتاعتك كبني ادم ان انت لما تبدا تركز اكتر على نفسك على مشاعرك على حاجات ليك انت بطريقه حلوه بالعكس مش بطريقه سلفش ولا باي حاجه وحشه بتزود من الانرجي بتاعتك ان انت تكون بني ادم احسن وبدل ما تكسبكت لوف جيف لوف فذي مور يو جيف لوف انت يو اتراكت الانرجي بتاعت الحب دي حواليك او يو اتراكت الانرجي كويسه حواليك okay. فانت وانس يو هاف ات يعني وانس اي هاف الانرجي بتاعت الحب او بتاعت الاهتمام او بتاعت كده واي دونت اكسبكت ات اوتوماتيكلي هي هتجيلي من غير ما انا اقعد ادور عليها واصلي اتضايقت عشان فلانه خرجت وما قالتليش اصلا اتضايقت الاهتمام ما بيتلبش ولا بالظبط كده وعلى فكره مش بس في علاقات اصدقاء بس كمان في علاقات ريليشن شيبس ان جنرال بالظبط ان انت على طول بتقول الشخص ده مش بيعمل لي الشخص ده مش طب ما بدل ما انت تقعد تفكر اقعد فكر مع نفسك هو انا ليه متضايقه ان الشخص ده مش بيعمل لي عشان انا اكسبكتنج منه شعور معين حب اهتمام طب ليه انا مركزه في ده وبدل ما استنى ده يجي لي ادي انا اهتم انا اعمل انا اكير انا ابقى سنسيتيف فيري هيلثي ذاتس ا جريت ويت تو لوك اوتوماتيكلي ده هات اتراكت انا بصدق قوي في فكره انه الانرجي اللي عندك بتشد الناس حواليك اوف 100% 1000% بس اسالك سؤال بقى when do you think ان عشان تيجي تتكلمي اللي هو مش اللي هو يلا toughen up وبقى أقوى شوية يعني in order to be less sensitive so when do you think in that is when you start building walls عشان أنا I feel like I'm going through حاجة similar أنا I have very high walls very high walls very thick walls okay بس when I let you in خلاص like I let you in I'm fully transparent معاكي whether but it's a friendship it's a romantic relationship whether it's a person يعني because most of my family members my parents are not in okay. so because I'm still very cautious about that there are some people that are and I was hurt by يعني let's say I was hurt by X and I let X in so دلوقتي automatically I still have those walls, but I'm just less likely to let people in because I got hurt قبل كده. Okay. فwhen do you think إن الفرق بين إن أنا I'm sensitive, which sensitivity is healthy. Sensitivity معناها there's a loving relationship there. But when do you think it goes from okay, I'm sensitive and therefore I have to protect myself and therefore I have to build walls so I toughen up. When do you think إن لا أنا I want to do that for me عشان I want to give love ونخش في السيناريو اللي بتتكلم عليه which is a lot healthier سؤال حلو جدا معنا سؤال لسه طالع لي عشان انا I feel the exact same way عشان I know I have extremely high walls بص حاسة بجد مش عارفة بس حاسة ان دي حاجة مش في ايدك قوي فكرة ان انت تكون اصل طبيعي ABC ان انت طالع من حاجة وحشة relationship friendship اي حاجة toxic من اي نوع غصبا عنك هتبقى اول انيشال رياكشن ان انت ابعد عني اللي هو كله ابعد عني بالظبط اللي هو انا هكون بالعكس كمان انت في الفتره دي بتكون شويه سلفش انه which by the way is very important ومش بتعرف تدي yes فاي جاس انت لسه you didn't go through الفيس بتاعه ان انت to forgive انت لسه في الفيس بتاعه ان انت بتتالم على اللي حصل وبصعبان عليك نفسك عشان دي اي حاجه بتحصل دايما في الاول ومش متقبل وحاسس ان اللي قدامك ده غلطان yes ده هيقعد وقت لان هو ده هو زي سلالم فاهم فانت لو الموضوع لسه حاصل ريسنت يبقى انت لسه في اول ستيج بتاعه انه انا مش على اول سلمه فبعد كده كل بالظبط yeah. يعني يو نيد تو ان انت بقى في الفيس بتاعه ان انت تلات جو تخلي الشعور بتاعك يجي اللي انت حاسه سواء بقى متضايق ندمان قرفان مش طايق وات ايفر الاحساس اللي انت حاسه وتطلعه وتطلعه على فتره لانه the longer the pain كل ما تطليق ده لو ده بين كل لما ايوه كل ما تطليع ده لو ده بين كل لما بتطلعها تقريبا كل ما تطليع الشعور بيكون اطول فرنسي او الباك ولا ده ولا فرنسي ولا عربي ولا انجليش ولا حاجه فكل ما تطليع الموضوع بيكون اطول واصعب فلما تطلعه واحده واحده خلاص هنبدا نعدي فيز ان احنا خلاص I get that بس يعني هقول لك على حاجه مثلا انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله I think I'm surrounded by great people دلوقتي and I think and it got to a point where I was surrounding myself with people because I needed to surround myself with people not because I chose فاهم الفرق؟ فرق طبعا فظيع فرق مرعب انا بتشعر فرق كارثي مثلا فرق كارثي فرق كارثي اللي هو I'm going out with these people because I love their company and they make me a better person
ولا I'm going out with these people عشان انا مش عايز افضل قاعد في البيت لوحدي. ما ده بقى يعني دي مصيبه سودا. دي مصيبه منيله يعني. يعني فانا I was that person. ودلوقتي I think I'm slowly surrounding myself by people who I genuinely love and people who I think impact my life in a better way. حتى يا معلم لو بيبعتوا لي تكست الصبح مثلا and they make me smile and I go like اوف this is gonna be a good day كده. So I was able to do that through a lot of failed friendships, a lot of يا نهار اسود الشخص ده كان قريب قوي مني وبص بيعمل ايه كذا 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 كذا. بس I think ان I drew the line لما حسيت ان it's not really bad to have walls. يعني عشان كنت بسألك كنت عايز اعرف what's your take on building walls or not, because I think in a certain يعني not all walls are unhealthy. عشان walls الناس بيقول انت انت مرعوب ان انت you get hurt, مرعوب to the point where لا هو انا خلاص هبعد الناس كلها ومش هدخل اي حد تاني. بس I think in having some walls or having some shields على حتت معينه من البيرسوناليتي بتاعتك او من فوقك من البيرسوناليتي عشان it could be taken the wrong way على حتت معينه من who you are I think that's healthy. يعني I think مش حاسه يعني مش حاسه غلط يعني مش حاسه ان هو قديم اللي هو مش to the extent انك بتطرد بافوره عشان بحس ناس كتير قوي بيتكلموا اللي هو لا if you have walls then you're not letting people in and I'm like no not necessarily like I have a huge ass wall but I can also have a small gate cute gate هذا اللي كنت عليها فاهم قصدي اي لا عادي انا حاسه اصلا ده كل حد عنده كده yes. وحاسه ان ده مش هتكون مشكله بالنسبه لك كل ما انت بتكون واعي اكتر بالتريتس اللي حواليك وتريتس نفسك yes. ومين يخش ومين ما يخشش yes. فساعتها انت هتكون واعي قوي وفاهم قوي فما عندكش مشكله انه بعيدوا عني هتكون more accepting وهتكون كمان حاجه ريسنتلي بقيت احاول ابراكتس عليها انه مثلا شخص عملي وحش او مثلا شخص ايا كان يعني متضايق حتى لو شخص راندم بشتري ستاربكس مثلا وراجل متعصب انا زمان كنت بتخانق الشخصيه اللي هو انت بتكلمني فين الوايت موكا لا انا كنت عصبيه وكنت عصبيه كمان بسبب شويه ما حدش بيختار اهله عشان نكون متفقين فبيتهيالي ان احنا ساعات كتير قوي بنطلع في بيت الحمد لله بيحبونا وبنحبهم ومتفاهمين وكل حاجه كان جميل ده كله بس بيكون في حاجات انت مش قادر تتحكم فيها مثلا حد متعصب حد انت بتشوف الاتيتيود وبيجي لك والوت اوف جينيتك يعني الوت اوف اللي هو اوكي انا I'm a fast fuse and a lot of get triggered كده ده برا عني ما انا مولود كده يعني بس you can work on yourself yes 100% يعني لما انا بدأت اكبر واخد بالي من الموضوع ده ان انا مثلا عصبية زي مثلا مامي مثلا عصبية زي بابي whatever مش فرق الاثنين عصبية مش فرق دي انا امي عصبية جدا بس ابويا تلجة يعني لا أوف انا بجد مش عارفه يعني انا بقعد اقول لهم عاده بيكون في اوبوزيت اتراكشن فين الاوبوزيت اتراكشن في الموضوع الاثنين عصبيين لا الاثنين يعني عاده بيبقى فعلا في حد عصبي قوي وحد تاني بارد فاللي هما الاثنين بيغطوا ممكن يكون عندي حد راشنال وحد مش راشنال قوي بابايا راشنال جدا 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 مامي دي حاجه انا بحبها دكتور. فيها جدا بالظبط مامي دي حاجه انا بحبها فيها جدا مامي بتمشي ورا الانستينكت بتاعتها يلا جوت فيلينج اللي هو يلا بس انا بعشق ده لان انا واخداه منها انه انا امشي ورا الحاجه على طول وكده بس ده بيؤدي بقى ساعات لتهور وكده بيحصل شويه مصايب امبولسيفنس بالظبط فده اللي انا عندي فانا نسيت كوب كان فيه كنا بنتكلم في ايه هقولك ثاني كنا بنتكلم على ان لما الواحد يكون متعصب ويحاول لما الواحد يكون اوف انا سقط خالص لما لما واحد يكون عشان كده لازم يبقى في اسئله شفت بقى عشان كده ما ينفعش تسيب الحوار ماشي استني كنا بنتكلم على لما الشخص بيبقى متعصب ويتخانق مع الراجل بتاع ستاربكس ان يو كان ورك اون يور سيلف ايوه بالظبط ان انت كنتي بتتعصبي قوي 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 وبعد كده دخلنا في موضوع ان حد بيختار اهله افتكرت فكنت بتعصب واللي هو كده بس بقيت ريسنتلي اللي هو اكيد الشخص ده في حاجه ما انا مش فاهماها مضايقاه فمخليه يبقى كده بعدين لما بقيت اقرا الشخصيات اكتر انا زمان ما كنتش بقرا الشخصيات يعني زمان كنت اللي هو يا لهوي دي لذيذه قوي بالظبط ده مش عارفه ايه دلوقتي بقيت مترقبه اكتر وبقيت بفهم اكتر اللي قدامي فبقيت بتوقع هو ممكن يعمل ايه وبقيت مش بس بتوقع بقيت عارفه ايه سبب اللي هو بيعمله ده اوف نوعا ما مش بقول ان انا اكسبرت بس يعني ببقى فاهمه الموضوع رايح فين فده مساعدني ان انا اتقبل اطنش استوعب معلش what made that shift حاجات كتير جدا انت كده عايز تعرف قصه حياتي لا لا
I mean this is a podcast where كده احنا 1 hour in ده كتير جدا كده اه ما حسيتش الصراحه في ناس هتسمع 1 hour دي انت عارفه ان انا the longest episode I've ever recorded was 2 hours and 15 minutes we don't have to record 2 hours بس the people listen لحد الاخر انا I listen to بجد عادي اصل انا عندي بودكاست يعني لا هو بودكاست عاده اصل عملنا 30 minute podcast ده يوتيوب فيديو طويل شويه يعني 30 minute podcast ده حلقه من حلقاتي متقسمه جزئين ده اغنيه ام كلثوم يعني فاهم قصدي ما ينفعش يعني فاهم فاحنا عاده بيبقى between 45 minutes an hour up to بقى يعني في اسمه جورجن بيعمل 4 hour 5 hour podcast بس ده بره عن عارف يعني 5 ده بره اللي هيبقى عندهم خلق يسمعوه 5 hour podcast يعني من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 5 اللي هو من الشمس يعني انت بتبقي في شمس خلاص في شمس بتبقى الموضوع حلو كده كده يا اتس فيري ديفرنت بس انا وي جست كيب جوينج لحد لما تحسي اللي هو خلاص لايك ام دون يور دون انا عايز اروح اجيب حاجه ستاربكس اوكي ايه اللي عمل شفت حاجه كتير جدا حاجه كتير جدا جدا فانا مش عارفه ابدا منين ولا منين بس حاجه كتيره قوي we don't have to get into it if you don't want to. لا فاهم انا I love asking questions فهتلاقي ان انا بسال سؤال you're like okay you really want to go there ونبدا نتكلم في حاجه ثانيه ممكن اتكلم عليه هو ايه اللي بتاع هناك ده عشان عندي فضول قاتل السلك الاسود اللي على الشمال قوي اوف هقول لك السلك تعالي بصي هنا هتلاقي فيه ميكسر سو الميك ده سلك اسمه XLR ده بيتحط في الميكسر بعد كده بيبقى جاي هنا شايفه التيوب اللي هنا دي التيوب دي بتخلص والميكس ايه اللي احنا بنتكلم عليه ده الاكس ال ار بيخلص في المايك اوكي ات سنس فيري كل ما اتكلم ابص عليه ما بقاش ات سنس فيري فيري جود كواليتي اوديو بس مشكلته الوحيده ان اتس فيري سنسيف فلو خبطته من هنا هتسمعي صوت وحش قوي في الاوديو عشان كده اصلا اكشلي جبت البوم ارمز يعني قبل كده كانت انا والله شوفيها لا بس بصي كان عندك هنا يس 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 وكنت بطلعها من هنا بس المشكله ان اي مره مثلا بعمل كده او اي مره حد ليترلي بيعمل كده على الترابيزه يو كان هير ات ان ذا اوديو سو الحمد لله استنيت حد بقى نزل من امريكا رحت جايب البوم ارمز والبوم ارمز اوريدي محطوطين على مسخره اللي احنا بنتكلم عنها محطوطين على الديسك ده ف they're not really affecting the sound بس كان عندي فضول كنت حاساه مش عارفه ايه هو مختلف تماما جبته من السوق it was really yeah it was really cool طيب ممكن نتكلم على حاجات مش تفاصيل الحاجات بس ممكن الفكره العامه نرجع تاني لفكره شخصيتي ان انا زمان كنت بجو ثرو علاقات بتهور مش طبيعي مع صحابي بثق في حد وبعدين احس ايه ده لا ما ينفعش بقول حاجات ومش بفكر خالص الامباكت بتاع الحاجات ده تبقى ايه سواء حاجات حلوه حاجات وحشه مش فارقه كنت شخص ماشي بطبيعته جدا يعني كان الموضوع كارثه فباي تايم حسيت انه لا انا مش مرتاحه لانه ليه مش مرتاحه لان الحاجات اللي انا بعملها دي بتعود عليا بعدم النفع لغه عربيه تمام اوكي سلاح تلميذ قوي بالظبط فلقيت ان انا اللي بعمله مش مريحني فلا خلاص انا مش مريحني انا محتاجه اتغير فهو ده اللي خلاني شويه وطبعا ريليشن شيبس طب الدنيا بقى وفريند شيبس بالظبط ريليشن شيبس مع صحابك مع كده فريند شيبس يعني اكتر هي اللي خلاني لا 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 ريليشن شيبس وفريند شيبس ولايك كله حتى علاقتنا مع اهلنا بتبدا تورينا حاجات في نفسنا وبتتغير مع yes, الوقت يس 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 فده اللي شويه عمل التغيير اوكي طب اي وانا تيك اس باك تو نالا سيز كنت اكشلي انت عارفه السؤال ده كل ده طلع من what was كان ايه اكتر انترفيو كان ايه اكتر انترفيو كان عاستيفك او كان بهدله كده انا ما قلتش I don't think you got into it عشان احنا هقول لك احنا بدنا نتكلم على اديتنج وقلت لك على اديتنج بتاع البودكاست وقلت انت معانا شركه بس فلوس بس مامتك دخلنا في بيتك ده انت فاكر ده مخك فاكر كل حاجه ايه اكتر ابيزود كانت صعبه كانت بتاعت هيدي كرم اوف اوكي من ناحيه ايه كانت شويه كده مش ما كنتش فيلينج ماي سيلف ما كنتش عارفه اتعامل قوي مش عارفه ليه تكنيكلي ما كانش في حاجه يعني كاميرات وكله كان تمام بس فايب كانت شويه قافله ما اعرفش ما كانش عارف احط ايدي ليه على السبب بس ما كنتش كده حاسه وما كنتش قادره وما كنتش يعني لما انا بكون رايحه انترفيو وقافله ببقى بجد yeah I feel that I feel you قوي 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 I get what you're talking about يعني بس I don't know يعني انا يعني أنا في أبسود معينة on the podcast I don't want to mention it specifically أبسود دي I was not excited أنا بدأ الأبسود اللي هو okay can do 45 minutes with this guy خلص وطير عشان كان عندي بتاع and we did one of the longest episodes and it was insane بس I feel like because أنا يعني هقولك على حاجة احنا actually أول لما بدأنا I was very fidgety شو كنت برضو لسه صاحي من النوم فمش شايف قدامي نفسي أنام بس I was very fidgety واللي هو مش لاقي نفسي وبتاع وقاعد بتحرك كتير لو راسي بس دلوقتي I'm a lot more okay like I'm actually enjoying this having conversation بتاع
Do you feel like you didn't feel that, or do you feel like you're not able to be able to say, I want to get over it? It depends on the person. If the person gives you the energy, it depends, يعني. Yeah, إيه الفرق بين بقى دي يعني would if you're going to compare between that episode وألذ episode, مش أحلى episode بس ألذ episode عملتها أكتر واحدة you enjoyed. That's a really good question. أكتر واحدة you enjoyed. بس عاد بيومي فؤاد كانت مختلفة قوي. I watched the episode. It was insane. لا يعني دي كانت مختلفة قوي. ممكن أقول لك إنه يعني هقول لك بصنف الجس بتوعي إنه في ناس اللي هو كلهم الصراحه انا ما عادش حد رخم وما عادش حد رود والحمد لله حتى يعني حتى بتاعت هيدي كرم ما كانتش مشكله فيها, كانت مشكله فيا انا ان انا not feeling myself مش اكتر. فالحمد لله سو فار كل حاجه كانت ماشيه كويس. بس ساعات بيومي فؤاد كانت بجد مختلفه. هو شخص جينوين بطريقه مرعبه وفعلا فعلا فعلا هي كيرز اباوت. انا لما روحت بيعاملني كانه بنت, يعني بيعاملني كاني انا بنته حفيدته حاجه يعني حاجه من العيله فاهم. لا لا فظيع حقيقي كانت تحفه. دي كانت احلى واحده. اوكي كانت احلى واحده عشان الكونكشن اللي بينكم. هي ما كانتش كونكشن على قد مش كونكشن اللي هو كونكشن اللي هو فاهمه انا ما قصدي ما كانتش فايب, يعني ما كانتش انه احنا وكليك مثلا لا يعني في ناس هقول لك مين الفايب كانت كده. شريف نور الدين اوف بجد. مريم الخشت دي كانت ناس اللي هو يو كليكت في ثانيه. اي فيل ذا انرجي ويلا وهاو بنضحك عشان احنا انرجيتك. ده كانت دي حاجه انا حسيتها. بس بيقول في قد ما كانتش كده, بالعكس هو كان هادي قوي وكان عاقل وكده. اللي كان حلو فيه ان هو كان مش بالنسبه له يلا انترفيو يلا نخلص انا مش فاضي, مع ان هو اسمه كبير قوي في الاندستري وتقيل قوي ما شاء الله. بالظبط كان بيعمل ده اوت اوف لوف وكان خدوا راحتكم ماشي وبيتكلم وبيرغي معانا. وبعدين ما كانش بس بيتكلم مثلا اللي هو بداته من امتى برافو, لا احنا دخلنا في حوارات اللي هو مثلا مش عارفه اسافر مش عارفه فين بالقطر والقطر زمان كان كذا. لا لا أوف. لا فظيع. كان معايا بنت خالتي كمان سعيده. بنت خالتي اكبر مني وكانت ساعتها اللي هو انا عايزه اجي معاكي بتاعه ورحنا وشي ديد نوت ريجريت خالص. هي اصلا هنا اللي هو مش هتحب قوي تيجي معايا او مش هتحب قوي انها تروح مكان ما تعرفش ما تحبش. هو تحب تبقى في كومفورت زون كده ولو ناس لذيذه نتعامل معاهم, لو لا مش هنوجع دماغنا مش هضيع وقتنا. فبالعكس جت واللي هو انا اصلا كنت شايله هم طب انا هتبسط انا مش هتبسط. طلعنا قالت لي انا انبسطت جدا اللي هو استفادت حاجه من الموضوع. فكان تحفه صراحه. Why are you doing all this؟ عشان نفسي اكون مذيعه. Very straight to the point. Period. Perfect. نفسي اكون مذيعة جدا يعني. حتى كمان نفسي اجرب موضوع ال انتي عشان انتي تكنيكلي مذيعة دلوقتي. ايوه عيني بس نفسي اكون مذيعة اكتر. فاهم قصدك نفسي اكون مذيعة اكتر اللي هي امتي فاهم اللي هو نفسك تذيعي ايه؟ نفسي اذيع ايه؟ حاسة التلفزيون راحت عليه شوية كتير صراحة, او مش راحت عليه بس مش الجيل بتاعنا اللي بيتفرج عليه. مش الاتنشن مش هناك بالظبط. فلا حاسة عايزة اجرب راديو ديفينتلي. حابه قوي اقدم عليه ان شاء الله لما اتخرج او لو جات لي فرصه في النص. طبعا بابي هيقتلني اللي هو مش هتشتغلي مع الجامعه. بس لو جات لي فرصه انا بقول لك هاي بابي. بس انت اجان انت بتشتغلي مع الجامعه دلوقتي؟ ايوه بس يعني كده كده مش يا اي جات ات. مش راضي بقى يعني انت كده دخلت في شغل شغل بقى. انا كل شغلي اللي بعمله دلوقتي سوشيال ميديا ريليتد. حتى لو في حاجه ماضي معاها ده كده سوشيال ميديا ريليتد. وتكنيكلي برده كله على يعني كله في وقتك انت اللي هو يو تشوز وين. اوكي وات دو ثينك اوف ذس داي وات دو ثينك اوف ذات داي. بالظبط. فحابه اكتر اجرب راديو وحابه كمان انه مهرجانات مثلا انه اهوست مهرجانات. نفسي قوي دي حاجات نفسي اعملها جدا. جونا في فيستيفال. بنحاول بنحاول بس اي فيل لايك ذاتس يعني اي دونت ثينك اتس فار فيتشد خالص. خالص خالص يعني هقولك على حاجة. Speaking of far-fetched, I just had عارفة لمان؟ لا. Okay, لمان one of the best human beings you'll ever meet. يعني she was just on the podcast. She was episode. لمان. اسمها حلو قوي. اسمها يعني ايه لمان اصلا؟ ما اعرفش. ما سالتهاش عشان انا كنت خايف ابقى بنطق اسمها غلط اصلا البودكاست. يعني البودكاست كله خايف اقول اسمها عشان كنت خايف انطق غلط عشان ما اعرفش لمان ولا ليمان ولا ما اعرفش. طب ما سالتهاش ليه؟ سالتها في الاخر قالت لمان. سو لمان كانت بتتكلم. لمان was a lot of things. كانت بتشتغل حاجه اسمها I think para eagle حاجه كده. هي كانت كانت هنا كانت في مصر وبعد كده خلصت دراستها بره. كانت برضو في إذاعة ولو وخلصت اللو. خدت حاجة اسمها ألساتس. ألساتس ده امتحان بتاخديه عشان تبقي حاجة زي محامية أو أترني حاجة كده. مهم يعني انها خلصت وكانت بتشتغل في كوربت and she was يعني her life was set making very good money معرفش ايه on her way to become a very very big lawyer. alright
كان عندها في الكيوبيكل بتاعها, كانت ليتلي تحكي ان عندها في الكيوبيكل بتاعها كانت حاطه صوره ناس هي نفسها في يوم من الايام تقابلهم, منهم اي ثينك كانت كول كارداشيان, اسمها كول, ما حد من الكارداشيانز اللي هو very far fetched مش بس عايز تقابلها عايز تشتغل معاها. رايت وان يير افتر, في السنه دي لما سابت الشغل رجعت مصر, واحده صاحبتها كلمتها, بداوا براند مع بعض, البراند بتاع سكين كير, سافرت كاليفورنيا, بقت عايشه في كاليفورنيا. شي literally hired كايلي جينر تبقى الفيس بتاع البراند بتاعها. hired, عارفه فرق كبير قوي بين I knew Kylie Jenner when I hired Kylie Jenner. Kylie Jenner كان بيشتغل عندي يعني. She literally wrote Kylie Jenner a paycheck. We in the process قابلت الكارداشينز, منهم الكارداشين كانت عايزة تقابله. فهي مش بعيدة خالص. ودي اللي هي دي أبعد law of attraction أو اللي هو purely attraction story I've ever heard in my life. فهي بجد بجد انا اكتشفت ان في, مش انا اللي اكتشفت يعني, بس يعني مش يوسف سودان هو يعني, لا لا, بس اكتشفت ثرو بقى الستوريز بتاعت الناس دي كلها وحاجات انا مريت بيها شخصيا. مفيش حاجه بعيد, بجد مفيش حاجه بعيد. كل ما بتكون عايزها, كل ما تكون عايزها. بس كمان يعني لما كمان كانت بتتكلم على ان there's a difference, وده اكشلي الكتاب اللي انا بقول لك عليه اللي هو the breaking the habit of being yourself, ان بيتكلم ان في فرق بين relaxed calm positive energy و very obsessive energy. يعني what happens is in if I'm very 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 obsessive, اللي هو انا عايزه انا عايزه انا عايزه انا عايزه, اللي بيحصل ان you're sending out the wrong, I know this sounds so woohoo woohoo energy, تحمست كامل والله بسرعه, والله it's true. انت مش فاهمه الموضوع ده يعني. انا I started coaching at BFIT كده, I worked my ass off and there was opportunities كتير ربنا كده كده, بس هو كل ده ربنا. بس انت اللي احنا علينا نعمله ان احنا you literally put the thought out there, بتسعي بس. You don't obsess over it. You don't know what I'm saying. There were so many obstacles in terms of me, مثلا starting to coach for BFIT, عشان سني وعشان ان انا I had zero experience, وعشان انا كنت outside the field, عشان كنت في الكوميونتي. الكلام ده كله حصل في سنة ونص. طب يا باشا خدت الدبلومة مع ما اعرفش ايه, بدأت اتمرن معهم, بدأت اتمرن out of the fuck يعني, بجد out of the fucking blue بجد, فاهمة؟ بودكاست برضو نفس الكلام. فأنا I've came to realize ان لا, هو مفيش اي حاجة بعيدة, اي حاجة بعيدة, فاهمة؟ بس ف like that was very very intense for me. بس ال yeah. بس كنت عايز اسألك على احنا كلمنا على your favorite, not favorite بس يعني, وانا اكتر شوية. اكتر واحده مختلفه, وكلمنا على اصعب واحده. Alright, which is there an episode that you really want to do مع حد معين؟ ما انا عايزين فرج هموت. اصلا okay. I have her contact number, وكلمتها بس هي مشغوله وكانت مسافره, ف دايما مشغولين قوي قوي بس يعني. نفسي قوي, انا بحبها جدا و I look up to her يعني قوي في الفيلد. هل لما بتعملي الانترفيوز بتبقى يعني بيبقى في حاجه معينه you want to talk about, ولا بتبقى just general questions about who they are? Is there something that you want to take out of the interview? بص, هو انا دايما بقسم الموضوع, هو two segments. اول segment اللي هو الحاجات اللي شيء بتاعت بداتي ازاي, امتى, ليه, عشان ايه مضطر اعمل كده, لان هما في الاخر big names وبيمثلوا, وده بشويه يختلف عن لو احنا دلوقتي بنعمل بودكاست او بنعمل حتى انترفيو. في شويه حاجات لازم يعني لو ما سالتهمش تبقى غريبه قوي, تبقى غريبه اللي هو جدا انت اللي هو انت جاي تهزري ولا ايه. فلازم فبسال الاسئله دي سيرفايزنج الصراحه, مش زهقت بس حسيت ان انا كل مره بسال الاسئله دي بس اي هاف تو, بس انا فعلا شويه تعبت من الاسك ده, بس مضطره احطه, وبحط حاجات ريليتد لشخصيتهم شويه, بحاول اجيب اجراب شويه الحاجه او الشخصيه اللي ورا الشخص اللي قدام التلفزيون او الممثل او كذا او كذا او كذا, وبقى الشخص الفن بتاع اللعب. بجهز اسئله 1 2 3 4 برقمهم في الورقه, بس ساعات يعني مثلا مع اوده مثلا ومع عيد لا مع اوده كان اكتر, ومش فاكره كان كذا انترفيو تاني, كنت بكتب بولت بوينتس, ما كنتش بكتب اسئله, لان برضو الاسئله دي ساعات غصب عنك بتحسسك انه It's a very attractive. قولي بقى. قولي بقى أنت عملت إيه. فأنا حاسة أصلاً إن من آخر انترفيو عملته, آخر اتنين كان مع تميمة ومع علاء عرفة, حسيت إن أنا لا, أنا هبدأ شوية أقلل الموضوع 1 2 3 4 5 ده عشان تعبني, وأبدأ بقى أكتب bullet points إنه ده. I wanna talk about that. وتبقى شوية كده مبهدلة شوية, مش. I got that. Don't you think you'd want to do one with yourself?
ازاي بقى؟ يعني مش كيكه مش هتبقى اللي هو ها نالا وبارك ايه ام جود يعني لا سيبك كلام تعملي حاجه ان you tell people more about who you are why you start يعني you go through the same kind of questions and you went through مع each individual guest بس تعمليهم انتي. حاسه ان انا محتاجه شويه اعرف الثانيه. ايزي ايزي تيك يور تايم. الو الارسال هنا وحش جدا. الو يا على الواتساب. اه لو استني let me give you the internet password عشان الارسال وحش قوي برضه حتى هنا مش اه it's really bad بس في واي فاي. All this is on the podcast. We're still rolling, literally. We did an hour and 10 minutes. That's insane. Do you know that? Actually, Tasneem, this is a very funny story. Tasneem, when she was there, she had someone with her. Ali. Oh, she had Ali. Out of the blue, I saw Ali say, Tasneem, I don't know if there's someone. كمان ساعتين عندنا الميتنج انا ما اعرفش ايه واحنا ليتلي اون ذا بودكاست فراح قايله له طب استنى انا اخد تليفوني وراح قايله الباسورد بتاع التليفون اون ذا ليتلي لايف اه راح قايله طب يوسف ممكن تشيل ممكن تشيل الباسورد بتاع تليفوني بقول لك ايه تسنيم از جريت لايك اي ريمبر هي فيري فيري جينيوين اكستريملي جينيوين ون اوف ذا فيري فيو بيبل ذات اي هاف ميت ذات ار جينيوينلي يعني جينيوينلي جينيوين بس ناس بجد very down to earth والبنت there is so much depth to her that I did not realize كده كده I did not realize تسنيم محتاج تكون قريب ليها ولازم تكون هي بتثق فيك جدا وتعرفها بقالك كتير عشان هي تطلع السايد بتاع تسنيم بس that's good بس يعني it's a very very pure very very كده كده يعني it's just it's really beautiful genuinely genuinely وفي ناس قليله قوي انا قابلتهم في حياتي كانت out of the blue يعني she started talking about يعني her brother passing away and how beautiful it is I was like what is she talking about تتكلم ان هو he passed away in the best time possible عشان خلص كل حاجه حلوه بناخدها في حياتنا اللي هي واحنا صغيرين واحنا ما عندناش worries وما عندناش responsibilities and then he passed away right before work اللي هو كانت فتره اللي هو هيتبهدل فيها ف I'm like wow البنت دي بتفكر بطريقه تانية خالص it's insane ده هي انا بقدر ما كنت في الموضوع ده اتفاجئت قوي her perspective on death is insane it's everything الصراحه بس كنا بنتكلم على انتي I think it would be really cool لو انتي عملتي كده مع ناس because I feel like you deserve that and I feel like there's a lot to you that isn't really عشان it's not like مثلا انتي لما بتسألي حد من الجست اللي انتي جايباهم they're like oh so what do you think فاهمة قصدي it's always اللي هو انتي بتسألي السؤال هما بيردوا حاسة وكذا حد كمان قال لي عيد مثلا لما جه قال لي اعملي your perspective على interview عملتي بدأت اعمل كده عملت كده مرة مرتين ثلاثة وبعدين يعني معرفش ما جاش انترفيو لسه حاسه ان انا ممكن اكومنت عليه وبحس في كذا حد قال لي طب ما تعملي فيديو زي بداتي وكده بس I still feel انه it's so early for me to do this حاسه لسه شويه يعني مش حاسه انا عندي مشكله في انه مش بحب حد يشوف انه فاكره نفسها مين بس بكره كده بس انا لا ما هو كده كده في حد هيشوف كده حتى لو انت مش فاكره نفسك ان انت اي حد هيبقى دايما في حد اللي هو البنت دي متمرقعه قوي البنت دي بس شايفه نفسها قوي الجو ده يعني I don't have the courage يعني ما I don't know why you don't have the courage because there's a lot to you يعني احنا literally بقالنا ساعه و10 دقايق بنتكلم منهم مثلا 20 دقيقه بنتكلم على الاساس الباقي كله بنتكلم على الكتاب اللي انت بتقريه بنتكلم على how ساحل was like to you بنتكلم على مش بعرف اشير ده على سوشيال ميديا مش بعرف and that's fine حقيقي مش بعرف ايوه لا لا ابسطك اكسر يعني عندي بجد على نالا ساز مش بعرف اعمل اي حاجه غير work related I believe you انا بس بتكلم ان I feel like it would be I feel like people would also want to know who you are because it's not like a lawyer this shallow person اللي هو I have a couple of cool questions to ask وبتساليهم I feel like there's a lot to you and there's a lot to you that's actually very interesting. ما دوني انت بتعرفي بداتي تقري ناس. That's very interesting. ايه بقى هعمل فيديو على نفسي يا جماعه انا بدات اقرا ناس. ما يمشي كده بس هتبقى اللي هو يلا اديني افكار انا قعدت مع عيد الدنيا افكار. Okay, you can start هقول لك والله بجد you can start talking about how your journey has affected your personality دلوقتي. What types of growth يعني اقول لك على حاجه. اقتنعت. اقتنعت تاني that was easy سريعة الاقتناع جدا ايه ده جدا سريعة الاقتناع جدا أوف. يعني okay. لو تقولي حاجة يلا اوكي good very good to know بس يعني هقولك على حاجة انا a lot of people are asking me to have a solo podcast ان انا اعمل episode انا لوحدي and you did I guess
لحد دلوقتي. بس انا ليه حاسه ان انت هيدد؟ هقول لك because I post انا I honestly I use the setup all the time. لا ثانيه واحده مره I guess you posted ان انت كنت قاعد هنا لوحدك قدامك اللابتوب وقلت يس 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 بس it wasn't استني في حاجتين كنت عامل بودكاست مع علي سلامه بس علي كان في دبي so I was over zoom probably that او كنت بقى, I think ساعتها كنت بتكلم على الفاكسين اصلا انا اتفاكسنت كانت حاجه كده بس كنت عايز اقول لك so انا مش probably مش هعملها because I never shy away from talking يعني I like to think and I listen بس when I feel like there's something that I can add in أو حاجة يعني هقولك على حاجة I أكتر حاجة بعملها on the podcast إن أنا بريفلكت والله العظيم أنا بجد البودكاست بالنسبة لي دي therapy session اللي هو أنا قاعد مع نالا نالا تكلم 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 وبعد كده في حاجة قالتها وأنا كل ده بسمعك and I'm very interested بس في حاجة قلتيها resonated معايا فش أنا was like أوف عارفه ايه اللي حصل معايا من نص من ست شهور ده سمعتك في الانترفيوز وده حاجات من غيرت شخصيتي انك تقعد مع الشخص بيقول حاجه بتحس ايه ده الله بالزبط. انا اتعلمت حاجه بالظبط وبعدين بتبقى اللي هو يعني لما تتفرجي على اول انترفيو عملتي وبعد كده اخر انت ينهر جروث ينهر اسود ايه ده تحسي اللي هو انا I'm a different person like I actually listen يعني انا اول first couple of podcasts اول واحد عملته مع my two best friends واحد اسمه كريم واحد اسمه جارحي ومسميينهم friends of the podcast واللي هو they hop on the podcast every single time وبتاع كانت لذيذة قوي تاني واحدة عملتها مع كريم داش تالت واحدة مع أحمد شامة is the CEO of BFIT فأنا في كل دول I was very interested and وأنا كنت قاعد وبسمع قوي 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 بس there was always this voice in the back of my head اللي هو okay يلا سؤال اللي بعده yes I can relate exactly اللي هو حسأل ايه بعديها بس دلوقتي I'm very يعني I'm very comfortable with the silence and I'm very حتى لو on the podcast يعني أنا فاكر مش I don't remember which episode but there was like a 15 seconds of silence not because أنا مش أي حاجة أقول عشان ممكن إحنا ممكن نقعد نتكلم لحد بكرة فاهم قصدي you're good at it I think I'm good at it فأنا هنعرف نقعد نتكلم فاهم قصدي بس I feel like it's about okay do I actually want to talk about this or not فوين دي بتتكلمي if I ever reflect on it it's like wow I feel what you're feeling فاهم قصدي but I feel like people would want to know that منك مش عارفه بس انا اكتر وقت بجد يعني ان انا امسك التليفون كده واعمل فيديو او اكلم ايه اللي هو ما مش ما كارثه I get that كارثه مش بحب فعلا يعني حتى لو عملت كذا فيديو على بريفلكت على حلقه كده جاب نتيجه واو انا ما كنتش متخيله وده شجعني ان انا ابريك شويه فكره ان انا مكسوفه وكده بس حتى لما بعمل ستوري بطلع اتكلم فيها ببقى هو I got that. ما هي ما that's the thing, but I don't think it has to be like that. يعني I think in عشان social media, يعني أنا I've been very big on captions. أنا بكتب captions. يعني أنا نزلت story literally أنا واقف ماسك برجر من الجراج ونزلت caption بقى واللي هو كلمت فيه عن نفسي وكلمت فيه عن حياتي. فاهمة؟ فا I feel. It's very weird. I know. لا لو نفسي أعرف يعني ممكن أقول لك أنا لما بكون مثلا قلت طب انا لازم انزل ستوريز مثلا اكتر فقعد مثلا في الساحل هقول لك مثلا ريسنتلي امتى من 3 ايام كنا في الساحل وبناكل برجر من مش عارفه ستيلو حاجه كده مش فاكره كان فين غالبا بوردوجز اسمه ايه بوردوجز بردو ده لو سلوك استنى اوريك الصوره اوريني انا اونستلي ما قرات اوكي انترستينج اي دونت نو انا بحس البرجر الوحيد اللي انا بجد ممكن اكله هو بي ار جي ار واسمها باتيز بانز حاجه كده اللي... مش عارفه سيف الصوره ما علينا no هو كان في بيردوكس ده اللي كان اول مره اجربه في سلا ووك انا ما بحبش البرجر قوي بس كان عنده هوت دوجز فالمهم قلت خلاص انا بقى عايزه انزل ستوريز اكتر فصورت التراك كده ودي صورت الاكل فضلت بقى ابص على الصوره مثلا انا بقول خمس دقائق انا نزلها ولا ما نزلهاش طب هنزلها ولا طب تفاهه قوي ان انزل صوره اكل واي جوز اون يور هيد انه تفاهه ما تفاهة لمين؟ للناس؟ أيوة ما you're not doing this for the people ما هو بالضبط صح وجهة نظر شكراً أقول لك يعني أوكي okay, this is a really يعني the hot dog فاجر عايز أنزله عشان the hot dog فاجر مش عشان محمد حسام 79 هيشوف الهوت dog يقول إيه ده؟ نالا بتاكل في السلة وقت لا ما هو أنا بقى بخاف إن هي تبان إنه يا لهوي بقى أنا قاعدة في السلة وقت وبص ما بحبش أبان تافهة انا ما بحبش ابان تافهه لمين ما I get that I'm sorry بس لمين هذا السؤال ما يعني وجهه نظر فاهمه I need to work on this صراحه I don't think you need to work on it I just think in
I genuinely thinking it should come from a place of I'm just I wanna call high. I've been very transparent on social media lately. يعني أنا actually في حد سألني أنا دايما بعمل حاجة اسمها Q&A Friday. تبقى اللي هو بحط Q&A بحط اللي هو ال question boxes وناس بيسألوا بقى أي حاجة personal questions و fitness و interesting وبتاع كده. So واحد سألني where do you draw the line between your personal life and social media. فأنا literally رديت and I always like to be transparent on social media because I care about إن الناس يعرفوا إن يعني our lives are not اللي هو all rainbows و flowers و perfect وكل حاجة. ف I share my worst times and I share my best times because I feel like it's very important for يعني أنا literally throughout الشهرين اللي فاتوا دول I've shared more things about my life than I've ever shared قبل كده. عشان قبل كده if I feel down or if I feel like shit I don't share. ليه؟ عشان ليه الناس يعرف. بس دلوقتي if I feel down and I feel like shit I know that there are probably a thousand other people that feel the same way. So when I share something about that and they can relate they feel better. ليه؟ عشان في حد حس مثلا حاجة I'm not alone يا مان. فاهم قصدي؟ فأنا لما رديت قلت أن I draw the line when I feel like there is a detail about my personal life about my romantic life about my relationship with my family whatever it is that I'd not like to share. بس في نفس الوقت I've shared a lot of that on social media not because I care about what the people think and I don't think you care about what the people think either. I just think إن إحنا متبرمجين اللي هو إيه أنا هبان إزاي قدام الناس. للأسف فشخ بقى احنا اطفال انا انا لابسه ايه انا لابس ايه انا لو لبست حتى في المذاكره اعملي كذا اشمعنى صاحبتك عملت كذا اوف ذات از سو توكسيك ذات از سو توكسيك من احنا صغيرين بالظبط. ايوه هي تيمر كويسه طب ليه جبنا نمر كويسه عشان هو انت لازم تجيبي نمر كويسه عشان ما ينفعش تكون كل اصحابك جايبين نمر عاليه وانت جايبه نمر صغيره واتس ذا كونستنت بقى الاحساس بتاع اللي هو هو انا ام نوت ام ايذر نوت دوينج انف اور ام نوت دوينج enough بالظبط enough of that اصلا فلا يعني I think social media especially ان احنا يعني I like to think ان احنا think content creators and I like to think ان احنا الاثنين لا يعني there's a difference يعني you make very very practical very straight to the point interviews مع ناس people would want to actually hear and you're good at it والبودكاست برضو بالنسبه لي اللي هو I get يعني this episode to me is great اللي هو ايه you've reflected you've shared I've reflected I've shared it's comfortable it's warm episode لذيذة قوي انا ببساطة فاهم قصدي بس I feel like عشان احنا الاثنين content creators it's very important for us to help people understand what life actually is عشان life is not اللي هو انا كل يوم في ستيلا واك بشتري هوت دوغز فاهمة ومش كل يوم I'm looking my best واللي هو معرفش ومش كل يوم اللي هو انا بصوا يا جماعة اشتريت التيشيرت الكذا من حتة كذا بس احنا بقينا كده مش احنا للأسف لا يعني الموضوع بقى هو قوي صراحة أنا دخلت على طول لا لا خدياتك بجد في ناس متعبة يا نالا ما بطلعش الكلام أوف في ناس متعبة أوي في ناس هقولك على حاجة I had this podcast once أنا البودكاست كان ساعة ونص والله أنا بتكلم مثلا ساعة وربع لوحدي ساعة وربع لوحدي literally I'm asking this guy and I'm like okay so what made you start he's like passion سكت like proper side okay about what it's just about the sport and I'm like bro like please talk no no pro واللي مشينا احنا خلصنا وبدا يتكلم بقى وبدا فتح عادي اللي خلصنا I pressed on stop بدا بقى يتكلم وفتح في ناس بتكون انا جدت انا جاب فبقولك you're very very easy to talk to which was great all right انا عارف ان انت you probably need to bounce so let's wrap it up I want you to give advice for people who because you've been there, you've been at it for 2 years, which is insane, mashallah. But I'd like you to give advice, يعني just a friendly kada piece of advice for anyone who wants to start حاجه شبه اللي انت عايز تعمليها اللي انت دلوقتي بتعمليها او اللي انت عايز تعمليها قدام. Our advice on nothing about people who watch social media, people who see you as role models, because a lot of people do. Social responsibility. But yeah, like I'd like you to give a, just a genuine, friendly piece of advice together for those boys and girls. Okay. ببسط لما بلاقي حد بيقعد يبعث لي بنحبك قوي كده الحاجات دي very cute وكمان ببسط يعني بحب ان انا احاول ان انا اقصر في الناس للاحسن بذات البنات اللي بتحاول تعمل حاجه او مثلا بيكون عندهم similar experience انه ازاي بدات في فيلد مثلا بوبي مش مقتنعه مامي كده الحاجات دي بجد I can relate ليها قوي وحاجتين انا بصدق فيهم قوي انه
لو انا نسيت حاجه قوي او اي حد نسيت حاجه زي ما احنا كنا بنتكلم law of attraction الحاجه دي تيجي. غير كمان law of attraction انه ربنا سوبر باور فظيعه بتساعد البني ادم ان هو يوصل اللي هو عايزه سموذلي جدا وبالراحه وبالطريقه المظبوطه. ساعات كتير قوي احنا بنكون مستعجلين على ريزلت معينه, او ساعات كتير قوي بنكون شايفين انه احنا مش عايزين ده مع ان ده اللي بيحصل ده احسن لنا. ان فاكت احنا بنكون في حاجه مش شايفينها ان ربنا مختار الطريق ده لسبب ما احنا بنعرفه later on. ف we have to trust the process ونستنى كده واحده واحده وبالراحه, والحاجه هتيجي مع الوقت. وربنا عارف قد ايه, يعني ربنا بيبقى عارف الحاجه اللي انت عايز تقولها لو انت مش بتقولها. يعني لو انت مش بتصلي وبتطلب هو عارف, لو انت مش بتقدر تتكلم معاه قوي وانت بتصلي هو عارف كل حاجه في قلبك. هي دي حاجه شويه يعني لا في حاجه تانية عايز اقولها, ما هي دي انا بحاول اطلعها ان هي حاجه شويه دينيه. يعني في هي حاجه دينيه جدا اوكي في ايه قرانيه بتقول انه ربنا قريب للبني ادم اكتر من حبل الوريد. حبل الوريد ده اللي هو الحاجه اللي اساسا بتخليك عايش. ف باي ذات اي مين انه هو عارف كل حاجه وهيوصلك اللي انت عايزه لو ده فيه خير ليك. This is so important. انت ساعات بتكون عايز حاجه ومتخيل انه ده اللي هتخليك سعيد, ده اللي هتخليك مرتاح, ده اللي هتخليك مبسوط, ده اللي هتخليك ناجح, ده 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 ده, بس لا, هو ربنا بيوديك في الحته اللي احسن ليك في حياتك لان هو شايف 200,000 سنه قدام احنا شايفين دلوقتي بس. ف law of attraction, trust the process واسعى وسيب الباقي على ربنا. بس اوف there's not a better note to end this podcast on. All right, now thank you for coming. What's your all I'm so happy. This was great. This was والاسئله تحفه. This was great. This was calm. This was genuine. I genuinely enjoyed it and I really appreciate you for coming and I'm very sorry عشان نالا احنا كنا المفروض نريكورد a while back بس حصل مشكله وسافرت الساحل وبتاع. ف I'm really really sorry about that but I appreciate you for coming. Oh yeah. All right. What's your at Instagram at nala says at nala kamel. All right. At nala says at nala kamel. كده كده بيتفرج على الابسود هيبقى كده كده اعمل لك فولو. All right. Thank you for watching. Thank you for listening if you're still listening and peace.